مساء الخير واهلا وسهلا بكم جميعا. طبعا احنا ما بدنا يعني مفروض احنا ضيوفكم بترحبوا فينا انتم، لكن على اي حال هاي الجلسه الثانيه من نوعها من جلسات التواصل اللي بداتها الحكومه بدءا بالجامعه الاردنيه وجامعات الوسط مثل ما حكى دوله الرئيس. والجلسه هاي خصت الطلاب والطالبات في جامعات الجنوب بدءا من جامعة مؤتة. موضوع الجلسة طبعا وأنا يعني لفت انتباهي اهتمام كبير من الطلاب والطالبات بحضور هاي الجلسة، جلسة تحديث اقتصادي، لأنه حسب الأسئلة اللي كانت موجودة في جلسة دولة الرئيس الحماس للموضوع السياسي أكبر، بس الحضور للموضوع الاقتصادي أكبر. هذا الشيء يعني بأكد النظرية اللي أنا بآمن فيها، أنه هل الاقتصاد أولاً أم السياسة؟ أنا بعتقد أنه الاقتصاد أولاً، لأنه لما المواطن بكون مرتاح اقتصادياً بكون مرتاح سياسياً، وبصير يفكر صح وبصير يأكل صح وبيئته صح، وبالتالي لما بكون دخله كويس وفرص عمله متوفرة بصير يبارس السياسة وهو مرتاح، بكونش خايف ولا سائل ولا على أي حال. اسمحوا لي ببداية هالجلسة أن أرحب باسمكم جميعاً بضيوف المتحدثين الرئيسيين معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين وهو أيضا وزير العمل السيد يوسف الشمالي، ومعالي وزير الاستثمار السيدة خلود السقاف، وسعادة النائب المدانات أيمن المدانات مقرر لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، ورئيس غرفة صناعة الأردن وصناعة عمان المهندس فتحي الجغبير. طبعا على غير عادة الجلسات هذول الضيوف موجودين للإجابة على أسئلتكم، يعني ما راح نسمع منهم مداخلات إلا في حدود الإجابة على أسئلتكم. أنا عندي الأسئلة المقترحة منكم، طبعا بهمني أوضح أنا المرة الثانية لأنه هذا موضوع السؤال يعني سؤال بشأنه كثير، اللي هو هل تم التدخل بالأسئلة اللي تم إرسالها من جانبكم؟ لا، الأسئلة عندي موجودة زي ما هي، حتى لغوياً حتى يعني بالحرف مثل ما سألها صاحبها هي موجودة عندي، وبقدر أنا أنادي على الأسماء، لكن أنا بدي أفتح باب الحوار وبدي أبدأ بتلقي الأسئلة. وطبعاً من اللي بده يسأل بده يعرف حاله من أي جامعة، وأرجوكم سؤال حتى نتيح للجميع أنه يسأل، يعني مهم العنوان ببين هو لمين، وغالبا السؤال الكل بده يجاوب عليه، فش حدا يعني السؤال مش موجه لشخص معين، موجه للجميع. طبعا أنا محدثكم عصام قضماني، أنا كاتب صحفي، وأهلا وسهلا فيكم. بدنا نبدأ بالأسئلة، بدي أبدأ من الجهة هاي الأخت هون، يا ريت الميكروفون مش أحسن هيك طرق الحوار. نبدأ بالأسئلة على طول بدون مقدمات. ولا يعطيك العافية، لأنه الإخوان الحضور حكوا كثير بعمرهم، يعني ما شاء الله كل يوم بيحكوا، فلا بدنا نسمع منكم الأسئلة وهم يجابوا. تفضلي. يعطيك العافية. مروج النوايسة من المبادرات الملكية. أول شيء أهلا وسهلا فيكم هون في محافظة الكرك. حابة أنا بدي أسأل إشي بخصوص الاقتصاد، إنه إحنا كشباب زي ما بيحكوا الشباب محور الاهتمام، إحنا كشباب عم نفكر بمستقبلنا لبكرة، مستقبلنا غامض، ما في وظائف، ما في اقتصاد إحنا نشتغل شغل خاص عشان نروح ندور عليه. بدك تروح على شغل خاص بحكي لك وين الخبرة، من وين أجيب خبرة أنا وأنا قاعد بشتغل ما بشتغل ولا إشي، وبدك تتدرب عندهم صراحة بيعبدوك عبادة، لأنه أنت كمان بتصير مستعبد عندهم، مستعبد. ليش؟ لأنه أنت عم تشتغل بس تتدرب عشان تأخذ خبرة، والخبرة بس مدتها 3 شهور، وصراحة الخبرة هاي ما بتفيدني أنا. وفي كمان نقطة ثانية بدي أحكي فيها بخصوص الاقتصاد وكمحافظة الكرك. محافظة الكرك ميزانيتها كمحافظة هي أقل ميزانية في المحافظات كلها، والنقطة الثانية هي القطاع السياحي في محافظة الكرك مهمش، وهذا بحسه مهم بالنسبة للاقتصاد المحافظة، لما تكون أنت كسياحيا مروج ومعروف أنت عم بتشغل شبابك وعم تشتغل وكمان ترفع اقتصاد منطقتك. وبس يعطيكم العافية. بتحبوا نأخذ الأسئلة مجموعة ونجاوب ولا سؤال بسؤال أفضل؟
شو رأيك؟ طيب أنا بتوقع بناخذ كمان سؤال ومن جواب. تفضل. ماشي هيك يعني مشان مساء الخير، يعطيكم العافية جميعا. أحمد زهير رجوب، طالب دكتوراه في المعهد الهندي للتكنولوجيا هندسة روبوتكس وذكاء صناعي، وأيضا عضو في المعهد السياسي لإعداد القادة الشبابية. حقيقة ما بدي أتحدث في موضوع التشخيص، كلنا بنعرف عندنا مشاكل اقتصادية متبوعة بمشاكل سياسية، ولكن عندما بنشوف إنه إحنا بعض الدول اللي حاولت فعلا تبلش بحل لمشكلة الاقتصاد اللي موجود، بنشوف كانت الركيزة الأساسية هي الستارت أبز اللي موجودة تحت مظلات حكومية بما يسمى بحواضن الأعمال، وخاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات وفي الذكاء الصناعي. بنشوف حجم الاستثمار اليوم في مجال الذكاء الاصطناعي عشرات المليارات، وخلال السنوات القادمة من المتوقع أن يصل لمئات المليارات. أيضا في مجال العمل الروبوتكس، من المتوقع عام 2030 يأخذ الروبوت تقريبا 300 مليون وظيفة على مستوى العالم مكان العامل البشري. الفكرة باختصار، ليش ما بيكون مظلة حكومية ما تسمى بحاضنة أعمال؟ هذه المظلة الحكومية بتم تمكين الشباب الخريجين من خلالها لعمل ستارتابس. هذه الستارتابس بيكون مختصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وخاصة الليتست تكنولوجي مثل الذكاء الصناعي والارتيفيشال انتليجنس، بهدف تطوير هذه الستارتابس لشركات ومن ثم تصديرها عالميا، بما ينعكس على اقتصادنا الوطني، تشغيل الشباب، وأيضا تمكين موقفنا السياسي. بعض الدراسات بتشير أنه لربما في عام 2050 الشركات المتعددة للجنسيات ممكن أنها تكون عضو في الأمم المتحدة، وممكن بعضها يمتلك حق الفيتو. فبالتالي خطة استراتيجية عشرينية، هذه الخطة بتكون قائمة على تطوير الشركات الناشئة ووصول فيها إلى شركات متعددة الجنسيات. شكراً. شكراً. نبدأ بالإجابة بعدما أخذنا سؤالين. بدي أبدأ من معاليك. السؤال الأول إذا بتحب أذكرك بتعلق بالكرك تحديداً، وشأنه شأن كل، يعني إذا بتسأل عن الكرك بدك تسأل عن محافظة الجنوب. التنمية، أين التنمية والمشاريع في محافظة الكرك، وأين فرص العمل؟ اللي هو إذا أنا فهمت سؤال الأخت صح، توطين الناس في محافظاتهم، يعني ليش يروح يدور على فرصة عمل بعمان إذا موجود بالكرك فرصة عمل؟ أشكرك أخي عصام، وبداية أسعد الله مساءكم جميعا، وسعيدين أن نكون في هذا الصرح العلمي وفي هذا المكان تحديدا، مؤتى السيف والقلم. فيما يخص إجابة سؤال الأخت رود، وبجوز بعرج أيضا على سؤال دكتورنا، خلينا نشخص الواقع اللي إحنا موجودين فيه. كثير من الشباب يقولوا إحنا بندرس تخصصات وما منلاقي فرص بسوق العمل، سواء بالمحافظة الذي يقطنها أو إذا بده يذهب للعاصمة عمان تركز الأعمال. إحنا منقول بشكل عام، معليك قرب الميكروفون عليك. إحنا منقول بشكل عام عندنا نسبة بطالة عالية جدا، وصلت إلى 21.9، وهذا رقم ليس برقم سهل، وهناك تشخيص لأسباب هذه البطالة. لا يخفى عليكم أنه لا يوجد هناك موائمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، هذه حقيقة لابد أن نقر فيها. الأمر الآخر، عندما تشرح النسب العالية من البطالة بالأرقام لغاية نهاية 2022 لدينا 419 ألف متعطل عن العمل. لا أتحدث عن مخزون ديوان الخدمة الوطنية، أنا أتحدث عن بيانات دائرة الإحصاءات العام. جزء كبير من هؤلاء المتعطلين عن العمل للأسف أقل من الثانوية العامة، قد يصل الرقم إلى 40%، وفي بعض السنوات كان 50%. الآن دورنا، شخصنا السبب وشخصنا العلة اللي موجودة، وبدنا نذهب إلى الحلول. وهذا ما أنا بقول قدر المملكة الأردنية الهاشمية بالسنوات اللي عاشت فيها من بداية الربيع العربي، وما ترتب علينا من أمور سلبية، من إغلاقات الحدود مع أهم حدين العراق وسوريا. بدأنا بالعام 2019 بالتعافي، ثم دخلنا في جائحة كورونا لمدة سنتين، والأرقام اللي انحكت اليوم فيما يخص معدل النمو 2.8 كل القطاعات إيجابية، إذا بنحلل هذه القطاعات إيجابية. فماذا عملت الحكومة حتى نستوعب هذه الأعداد؟ الجزء الأول، لدينا برنامج وطني للتشغيل، هذا لأول مرة يطلق من قبل الحكومة. هذا البرنامج حتى نخفف عن الباحثين عن العمل، لأن هناك اعتقاد أيضا سائد تقليدي أنه وظيفة وزارة العمل
هي من تقوم بالتوظيف. وظيفة وزارة العمل بنص الدستور وبنص القانون هي تشبك وتؤمن البيئة المناسبة والأرضية الخصبة للعمل. لذلك هذا البرنامج بالتعاون مع القطاع الخاص أنشأنا مظلة واحدة للتشغيل. هذه المظلة هدفها دون الحاجة إلى القدوم إلى وزارة العمل حتى يتم التسجيل في هذا البرنامج. العمل راح يكون في القطاع الخاص. لغاية تاريخ اليوم استطعنا أن نعين 23,700 شخص من الجنسين. والشروط للبرنامج السن أن يكون من 18 إلى 40، ولا يوجد هناك قيد على التخصصات، سواء كان من حملة الدكتوراه أو الماجستير أو البكالوريوس أو الثانوية أو دون الثانوية العامة. يمكن هي الأخت حكت عن موضوع الخبرة لما تروح أنا جاي ولازم منجاوب السؤال بس الوقت بعدك يعني. معلش اسمح لي كمان أقمعك، أنا مش بس أقمعني طبعا. سيدي بس لازم نوصل الفكرة سيدي. إحنا مشان بس الاختصار بس أكمل الفكرة سيدي. بس بدك تجاوب على سؤالها الموضوع الخبرة. هلا موضوع الخبرة اللي إحنا حكينا عنه، هذه المنصة لا نتدخل بها كوزارة عمل. من يقوم باختيار الباحث عن العمل هو صاحب العمل، لكن أنا كحكومة بقدم مبلغ من المال قيمته 150 دينار، 130 نصف الحد الأدنى من الأجور، و10 بدل مواصلات و10 بدل الضمان الاجتماعي. مطلوب من القطاع الخاص أن يلتزم بتعيينه لمدة سنة، وأنا بقول إذا تعين لمدة سنة أخذ هذه الخبرة، أخذ هذه الخبرة الكافية. إذا كان مجد صاحب العمل ما راح يطلعه من عمل، وإذا كان مقصر أنا بقول هيو كسب خبرة لمدة سنة، سواء كان في طبيعة تخصصه أو قريب من طبيعة هذا التخصص. الأمر الآخر، واسمح لي أخي عصام لابد من الإجابة عليه، الجزء الآخر ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، لأنه هذه منظومة شاملة، لابد من التوجه إلى التعليم التقني والمهني. لذلك معالي وزير التربية والتعليم هو مش موجود معنا، ما عندنا ساعات كافية أن نستقبل طلابنا من الصف التاسع للذهاب إلى التعليم المهني. هذا التعليم المهني اللي هو بحاجته القطاع الخاص. الآن حسب التزامنا المفروض زيادة 5% كل سنة، وتعاوننا مع وزارة التربية والتعليم أن نقدم معاهد مؤسسة التدريب المهني ليتم اعتماد الطلاب اللي عندهم رغبة في الذهاب إلى التعليم المهني، وسيكون هناك تشبيك بشكل واضح مع القطاع الخاص حتى يكون على مبدأ الديماند دريفن. راح يجينا بالأسئلة وبالمزيد من الإيضاحات. معاليك يعني دور الاستثمار بجوز. نعم. الأخت كمان كان. نعم. سؤال استثمار بالجنوب 100%. إحنا بالنسبة لنا بالاستثمار بالجنوب، قانون البيئة الاستثمارية اللي أقر العام الماضي ودخل حيز تنفيذ ب14/1 أعطى حوافز إضافية للمشاريع التي يتم إنشائها في المناطق الأقل نمواً، ومنها محافظة الكرك. فبالتالي أي مشروع حتى يعني هلا إحنا حتى نشغل بدنا مشاريع، وبالتالي القانون أعطى حوافز إضافية وراعى المحافظات الأقل نمواً حتى نعطيها أكثر. بالإضافة يمكن معالي أخوي أبو جواد نسي، قبل كم من شهر وزارة الصناعة والتجارة وبدعم من صندوق دعم الصادرات تم إنشاء أكثر من مشروع في محافظة الطفيلة، والآن يدرس لدعمها، وتقريبا تتذكر منا وقمعني عصام ما خلاني ما هو أنا بدي أذكره. وكمان هلأ الكرك عم بندرس فيها عدة مشاريع، طبعا هاي المشاريع من شأنها أن تولد العزيز. فأبدا الحكومة مدركة هذا الموضوع، وهلأ إحنا طبعا بديش أحكي لأنه مش هذا السؤال بس لازم أحكي، في منصة ترويجية طرحناها هاي تعريفية بكافة المعلومات التي يحتاجها المستثمر إذا بده يعيش، القوانين، الأنظمة، التعليمات. وكمان طرحنا عليها 21 فرصة استثمارية في بعضها بالجنوب. هلأ أحكي لك بالكرك بصراحة ما في لهلأ، لأنه إحنا بنتعاون مع القطاع الخاص والجهة الوزارات المعنية لإنشاء، ولكن في بالنا أنه يعني محافظات الجنوب طبعا زيها زي أي محافظات أخرى، ولكن لها العناية الخاصة نظرا لحجم البطالة اللي موجود فيها وتراجع حجم النمو فيها. شكرا. هو أنا مطلوب مني أكون حيادي بس مش قادر، يعني معالي حكى عن المؤشرات 2.8%، صادرات 7% زايدة،
استثمار زايد 70%، سياحة زايد 70%. طب ليش احنا ما بنلمس هذا الحكي على حياتنا، سواء فرص عمل ولا في مستوى الدخل؟ وبالعكس آخر تقرير للبنك الدولي بيقول لك معدل الدخل متراجع في الأردن. يعني ليش هذا السؤال؟ بس قبل ما نجاوب على هذا السؤال بدي أعطي بس المهندس فتحي يحكي عن دور القطاع الخاص في موضوع التشغيل والتوظيف، موضوع المشاريع، بعدين بنرجع لهذا السؤال المتفجر. شوف هيك أخوي عصام، يعني جواب هيك مباشر صعب. أنا برأيي الموضوع منظومة كبيرة صارت. اليوم أنا يعني بتناقش مع أخواني بالحكومة بالأرقام اللي بيطرحوها، وأنا آسف أقول يعني، ولو أنه إحنا اليوم نحكي بقاعدة صراحة، أرقام اللي بتطرحها الحكومة أنا أعتقد غير واقعي، واضح أنه غير واقعي، لأنه إحنا في أصل الفكرة ما رحنا لجذور المشكلة. ما هي مشكلة الصناعة بالأردن؟ هل هي مشكلة اليوم نعمل لجان، نعمل كل السواليف العادية هاي النظرية؟ ما أعتقد رح تعكس التحديث اللي بدنا إياه. اليوم مشكلة، أنا بحكي على الصناعة لأني أنا رئيس غرفة الصناعة، يعني بديش أقول عن كل القطاع الخاص. اليوم الصناعة شو مشكلتها؟ واحد رئيسي في القطاع الصناعي هو كله في الطاقة. إحنا الأردن اليوم عامل اتفاقيات مع كل العالم تقريبا بما فيه المنطقة. طب إحنا كيف بدنا ننافس المنتج المصري إذا العامل عنده $70 والطاقة ببلاش والغاز وإلى آخره؟ إذن جذور المشكلة أعتقد مش قاعدين نتطرق لها 100%. صحيح في شوية سواليف أنه بجوز نمد الغاز المصري كذا، لكن واقع الحال بقول أنا بدي أوعدكم من هون وسجلوا، إذا الحكومة قدرت إنها فعليا على أرض الواقع تخفف كلها في الإنتاج، إحنا بنقدر على البطالة، مش كل القطاع الخاص وبأرقام وحقيقة. ليش؟ دراساتنا الموثقة والأكيد بتقول كل ما يزيد صادراتنا 2 مليار بنقدر نعمل 80,000 فرصة عمل. الصناعة هي المشغل الرئيس، ما في ما حدا يفكر بغير طريقة. لا يعني إنه الصناعة وبس، لا طبعا في القطاعات الخاصة الأخرى في السياحة، ولكن الصناعة أكثر مشغل. كمان الناس بيقول لك ليش أكثر مشغل؟ لأنه أيضا الدراسات بتقول بأنه المعدل تشغيل لكل منشأة صناعية في الأردن 13 يد عاملة، بينما كل القطاعات الأخرى المعدل 2.3. وهذا العمل بده تطلب حكومي أولا، ثم علينا كلنا، وما نتناقض مع أنفسنا رجاء. أنا بدي أحكي من رحم اللي أنا عشته، أنا ابن القوات المسلحة أصلا، يعني مش أنا حديث العهد على القطاع الخاص. اليوم أنا بشاهد وبسمع وبشوف كثير من المواطن بيقول لك، أنا بتباهى حتى هيك بتنومس، بيقول لك والله أنا منتج الأردني ما، لا لا أنا والله ما بجيب المنتج، يعني تقول البديل تبعك سويسري، ما البديل معك يا مصري يا سوري. إذن كلنا بدنا نروح للصناعة الوطنية. وأنا دائما بستشهد في قصة بسيطة، واحد من الأخوان بيحكي مع زميل إله عنده مصنع أو مدير عام مصنع بيساوي الغازات، فقال له صاحبي باسم غاز، أعطاه اسم، قال له اللي عندي إحنا بنصنعه كويس أردني ممتاز وضمن المواصفات، قال لا بدي إيطالي، فاشترى الإيطالي بعرف شو نوعه. بعد سنة سنتين تخرج ابنه هندسة، فحكى معه قال له بدي لابني وظيفة، قال له بتذكر اشتريت غاز شو نوعه، قال له كذا طلياني، قال له شغله بإيطاليا. فإحنا أيضا إحنا كمواطنين علينا مسؤولية، ومنتراقض إنه حتى على التلفزيون الأردني بقول لك والله أنا التلفزيون الأردني ما بيجي عندي بالدار. ليش إحنا هيك منزل ذاتنا؟ اليوم صناعتنا الأردنية بتوصل ل142 دولة في العالم، والله طيلة فترة أنا بالغرفة الصناعة ما رجع لنا حاوية من أي دولة في العالم تقول والله هذا المنتج غير مطابق للمواصفات. أنا هي محاضرة مش سؤال. شكراً. أنا بس ما تقمعني قمعتنا. بس قبل ما أرجع لك معاليك، والله حقك محفوظ، بس في نائب، ونائب عن كرك بالمناسبة، يعني فرصة أنه يعني نعمل له دفتر حساب ولا لا؟ نحاسبه ولا لا؟ نائب، أيوة اضغطوه. هو بده يحكي عن السياحة، عطفا على سؤال الأختون، وعن شو الدور المجلس النيابي، النواب شو بسووا قاعدين للشباب، انتوا شو قاعدين بتسووا للشباب؟ بالله يعني جد، شو خططكم، شو برامجكم، بتنجحوا شعارات والشوارع؟ لا 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 يا عصام،
قلبت على الزلم. لا أنا بحكي لسان حال الناس. حريته من عندي. حبيبي شكرا لك عصام ومساء الخير للجميع. أشكرك لأسيدي خذ حريتك أبدا. أنا بدي أتحدث بس هيك بعجالة لذيك الوقت. بدي أتحدث أول شيء عن قانون الاستثمار الجديد. إنه هذا القانون ما أجا هو القانون الوحيد، هو خلفا لقانون سبقه، قانون رقم 30 عام 2014. إلا أنه القانون السابق الصحيح كان فيه هنالك مشاكل وشواب كثيرة الصحيح كانت معيقة لعملية الاستثمار. وبجوز ما في قانون معيب، المعيب هي الأنظمة والتعليمات بتطبيق القانون، بتطبيق القانون. إلا أنه بشهر 7 2022 قدمت الحكومة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية الجديد لمجلس النواب، وتم تحويله على لجنة الاستثمار والقانون واللي أنا مقررها في مجلس النواب. الصحيح يعني القانون درس بكل جوانبه ونوقش مع معظم الجهات، وبجوز أخوي أبو حمزة بجوز أكثر جهة كان إن فيها لقاءات اللي هي غرفة صناعة عمان وغرفة صناعة الأردن وغرفة تجارة الأردن، وبديش إنه لا سمح الله يعني أفاخر، لكن أنا بجوز القطاع الصناعي رغم الظروف الصعبة اللي مرت فيها البلد، وخاصة خليني أحكي جائحة كورونا، جائحة كورونا الصناعة الأردنية هي خلينا نقول الجزء الرئيسي في البلد اللي ما وقف، وفعلا إنه ترفع لهم القبعات على هذا الشيء، إنه الصناعات الأردنية والحمد لله هي مفخرة مفخرة. إن أنا كنت بأمريكا رحت بدي أشتري بنطلون جيز لقيته مدينة جوردن، قسم بيت الله مدينة الحسن فعلا، واشتريته لأنه فعلا مفخرة، فعلا إحنا مفخرة. إحنا اشتريته من هناك مش بشري. لا في هيك وفي. أنا اللي بدي أحكي إن شاء الله إنه قانون الاستثمار، ثواني، القانون الاستثمار الحالي والميزات اللي طرحت في هذا القانون الصحيح للمستثمر، وأهمها مساواة المستثمر الأجنبي مع المستثمر الأردني، وهذه أعطت ميزة كبيرة جدا وأعطت الإعفاءات الكبيرة جدا للمستثمرين في المدن الصناعية. وبجوز أخونا أبو جواد ومعالي أختنا بجوز إحنا كلجنة وكنواب بجوز دائما نسعى وبنعتبر المناطق الجنوب هي المناطق الأقل حظا كرك طفيلي معان. فعلا الحكومة ما قصرت ومشت الآن مع موضوع الطفيلي بالمدينة الصناعية، وموعودين إحنا إنه يكون إنا كمان برضو دور بالإعفاءات والميزات لصناعة الكرك. أنا بدي أحكي عن موازنة الكرك اللي أنت طرقتي لها بعجالة، وأحكي عن موضوع السياحة. موازنة الكرك للأسف إحنا فعلا زي أنت ما بتقولي، ومن خلال مناقشاتنا مع دولة الرئيس بهذا الموضوع إنه إحنا مضروبين بحجر كبير، إنه عندنا مشاريع بالكرك هي التي تدعم موازنة الكرك، ومن ضمنها البوتاس والفوسفات هذول، لكن للأسف هذا الشيء إحنا ما شايفينه. أنا علنا بحكيها وحكيناها بدال المرة 10 إنه أنتوا ضاربيننا بحجر كبير بالكرك، إنه عندنا البوتاس وعندنا الفوسفات، وللأسف هذا الشيء إحنا ما شايفينه، هذا واقع. موضوع السياحة بالكرك، الكرك تتمتع في مناطق سياحية هائلة جدا، تاريخية ودينية وعلاجية الكرك، لكن الحمد لله إحنا بنقول الجائحة الثلاث سنوات اللي فاتت أو السنتين ونص كان لها دور كبير جدا. وزير السياحة الحالي والسابق زار محافظة الكرك، وهنالك في خطة إن شاء الله إنه شغالين عليها اللي يكون عندنا شيء اسمه المسار السياحي اللي إحنا راح نشتغل عليه في محافظة الكرك، وأتمنى إن شاء الله إنه هذا نقطة ثماره قريبة جدا. أشكرك. أنا بدي أرجع للسؤال اللي هو ثمار النمو والمؤشرات التي يعني لا تنعكس، تحسنها لا يعكس على نشرك القطاع الخاص وسعادة النائب فيه. تفضل معالي أبو جواد. عصام إذا سمحت لي بس ثلاث رسائل بحب أوصلها ومدعمة بالأرقام. الجزء الأول، الكرك من أوائل المدن التي يوجد بها مدينة صناعية، هذه موجود. والآن أنا بقول من هذا المنبر إنه إن شاء الله بخلال الفترة القادمة سنأتي إلى مدينة الكرك الصناعية بعد أن نقوم بالترويج لعدد من المستثمرين لإعطاء مزيد من الحوافز، سواء حوافز بمساهمة في أجور العمال أو بتخفيف من كلف الكهرباء أو كلف النقل كما عملنا في الطفيل.
الأمر الثاني الفروع الإنتاجية، وهذه فكرة يعني بدأت من جلال سيدنا الله يطول عمره من 2008. أول فرع إنتاجي هو كان في مدينة الكرك. فكرة الفروع الإنتاجية لأنه أحياناً صعب على السيدات أو الشباب أنهم ينتقلوا للمدينة الصناعية، فأنشأنا هذه الفروع الإنتاجية في مناطق سكنهم، وفي بعض من الفروع بتشغل أكثر من 500. هذه الفروع الإنتاجية إحنا منساعد فيها كحكومة أنه مندفع نصف الراتب لمدة سنة بالإضافة لأجور الأرض والمبنى بالتنسيق مع المبادرات الملكية. الأمر الآخر، أخي أبو عدي وشريكي أنا بعتبرك بحكم صفتك كرئيس لغرفة الصناعة، تفضل وتحدث أنه إحنا منصل ل 142 دولة. بس كيف قدرنا نصل ل 142 دولة؟ إذا منشوف صادرات الأردن في العام 2000 وشوف صادرات الأردن اليوم، كنا ما نتجاوز 1.1 مليار فقط، الآن صادراتنا 8.8 مليار. شو السبب بزيادة الصادرات؟ أنا كحكومة واجبي أأمن البنية التشريعية. أنا فتحت اتفاقيات كحكومة مع أكبر اقتصاديات العالم، وبعطي دائما مثال، الولايات المتحدة الأمريكية صادراتنا كانت 50 مليون، الآن 2.3 مليار. فالأساس أنك أنت تفتح مجال ونفاذ للصادرات الأردنية، وحتى أيضا لمعالي الأخت خلود كوزيرة استثمار، لأنه أي مستثمر تيجي تقول له تعال استثمر في الأردن بيقول لك الأردن بلد صغير 10 مليون. طب أنا وجبة صغيرة من مصنعي بغطي الأردن، بنقول له لا، إحنا عندنا أكثر من 1.5 مليار مستهلك. الرسالة الثالثة إلك أخي عصام، وأنت مدرسة في الأرقام، إلك مقال يومي، أنا من الناس اللي بيستمتعوا، ليس مجاملة إلك. ما ورد في تقرير البنك الدولي يجب أن يتم قراءته بعناية. إحنا ما انخفض الدخل تبع المواطن الأردني، متوسط الدخل 4260 دولار، ما تغير. اللي غير البنك الدولي غير العتبة للمتوسط المنخفض مع المرتفع من 4256 ل 4266، وبالتالي إحنا الدولة انخفض. وهذا الانخفاض إطلاقا، وأنا مسؤول عن كلامي، لا يؤثر على سمعة الأردن استثماريا، أو حتى إذا بدنا نروح من الناحية الاقتصادية. أنا اللي بقوله أي تحسن في مستوى المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، سواء تخفيض البطالة أو زيادة الصادرات أو زيادة النمو، ليس بالضرورة أن ينعكس أثره بشكل فوري. لكن خلينا نذهب إلى السياحة اللي كنا قاعدين نتغنى فيها، وتحديدا هذا العام أعداد السياح اللي قاعدة بتأتي للمملكة بأعداد من دول ما كنا نتوقع أنها تأتي إلى الأردن. هذا ما أتى عن عبث. لو ما كان في سياسة حكومية قدمت اللوكوس كارير بدعم مالي من الحكومة، كان ما يجاني سياح من هنغاريا وبلغاريا والتشيك برحلات رخيصة جدا حتى يجي على الأردن، وبضمن أنه يبقى في الأردن لمدة أسبوع. البرامج الأخيرة اللي أطلقناها للشباب والسيدات حكرا وبأسعار فائدة عمره بتاريخ المملكة ما أعطينا هذا السعر، للسيدات والأفاضل اللي موجودين معنا، من ترغب بعمل مشروع إنتاجي نعطيها قرض ميسر لغاية 30,000 دينار بسعر فائدة 2.5%، لغاية 30,000 دينار أردني، بشرط أنه يكون مشروع إنتاجي وليس قرض لغرض تكميل تعليم أو لقرض لبناء سكن. إذا كان مشروع إنتاجي من خلال وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق التنمية والتشغيل، وهناك أيضا قرض، هناك أيضا مشروع آخر مع وزارة الشباب. إحنا قلنا ليش؟ قلنا شابات وشباب اللي عنده 100 ساعة تطوع مع مؤسسة ولي العهد هو مؤهل أن يدخل إذا هذا القرض بنسبة سماح، ومرة أخرى كمشاريع إنتاجية. فهذا برضو إجابة على سؤالك الأول، إنه إذا ما لقينا الوظائف، وإحنا دائما بنقول على الوضع اللي إحنا عايشينه المهنة هي المستقبل، فاللي بده يعمل مشروع إنتاجي إحنا جاهزين إن ندعمه ونساعده بفترات سماح وبأسعار فائدة متدنية جدا. آسف على الإطالة. عكس بس أنا بتعليق بس قبل ما أعطي المهندس فتحي، إنه طيب ما عندها خبرة إنها يعني مثل أخته سجلت واهتمت بدها تروح تقدم، ما عندها خبرة كيف تبدأ مشروع؟ يعني هذا السؤال موجود بالأسئلة للولد، كيف بدي أبدأ مشروعي؟ يعني أنا كيف بدي أعمل؟ إجابة سريعة. ما هو لأنه إذا أخذت قرض وما نجحت
بتصير بعدين ملاحقات أنا قانونية وكذا. بس معلش إجابة سريعة، إحنا مش أي مشروع بتقدم فورا بنوافق عليه، لأنه هذه أموال عامة أنا واجبي أنه حافظ عليه. ونسبة الاسترداد في صندوق التنمية والتشغيل تصل إلى 95%. فمجرد فكرة المشروع أخي عصام والحضور الكريم، أنا المهندسين الموجودين عندنا واجبنا أن نساعدك في عملية الدراسات، هل هذا مشروعك سينجح، هل له تسويق. فإحنا بندخل شركاء معك في إعطائك المشروع اللي ممكن يكون قابل للتسويق وقابل للنجاح وأيضا قابل أنه نسترد الفلوس. بس في عندي تعليق سريع على موضوع الصادرات من مهندس فتحي، وبدنا نرجع بس بدي أوضح مشان نرجع لوجه جديد الحضور الكرام، أنه إحنا هذا نقاشنا المستمر مع الوزير الحكومي ترى مش أول مرة، على كل يوم، بس إحنا عدناه قدامكم، يعني إحنا قاعدين بنعيده. بس أنا بدي أقول لمعالي الوزير أيضا أنه ما في شك أنه زادت الصادرات، وهذا ما في نجاح مطلق لأي دولة بالعالم إلا بقيادة، فأكيد مؤكد أنه في تعاون بينه والحكومة. لكن اليوم إحنا في ورطة، هذا زيادة 9% و7% من هون لمليون سنة ما راح تقدم ولا تأخر. اليوم لازم في قفزات، اليوم إحنا بنصدر 9 مليار، 11 مليار لازم يصير 50. في بعض الدول كانوا يصدروا زي تركيا كانوا 20-30، اليوم يصدروا 200، والأردن قادر. يعني القضية الإيجابية الأردن قادر بإمكانيات الناس اللي فيه، بوضعه الاحترام المحترم أمام العالم بهاي الاتفاقيات اللي ذكرناها، رغم أنه البعض لازم يعاد النظر فيها. أنا اللي بقول تحفيز وليس تحبيط، ولكن أنا برجع بقول في دور علينا كلنا إنه ندعم صناعتنا حتى نقدر نتمشي. تفضل أخي عصام. مش قادرة ما أعلق بس على إنه أنت عم تسمع إنه في زيادة في الدخل، في زيادة كذا وكذا، ومش عم بتشوفها. أنت أخبر مني بالاقتصاد، في دورة لإنك تشوف النتائج، يعني في تايم لاج بسموه، فترة زمنية دائما بيكون. أنا أول يوم حلفت اليمين 27/10، ثاني يوم نزلت حطيت حجر أساس لفرع إنتاجي في الجديدة للمحيكات بالملابس، تذكروا؟ هلأ عم بسأل، هذيك المرة قالوا لي لسه ب1/10 بعد سنة ببلش الإنتاج، فبده يعني في استثمارات وفي هذا، بس بدنا ننتظر وقت. زي ما تفضل معالي أبو جواد، السياحة هذا اللي عم بتشوفه مش نتيجة مبارح أول مبارح، نتيجة عمل سنين، فبدها وقت لتشوف النتيجة. يعني وشكرا. دورة مفهوم أنها بتاخذ وقت، يعني في تجربة حتى في الجنوب للمصانع، ومعظم اللي بيشتغلوا فيها من الإناث، وهي تجربة رائدة. يعني في مصانع ولا زالت قائمة، كانت وزارة مشروع من مشاريع وزارة العمل بتصور أنا بعدين، إذا لسه قائم وعم بتوسع وناجح. بدي أخذ كمان وجبة أسئلة إذا سمحتوا لي. بدي أبدأ من الأخوة الميكروفون بالله، بس باختصار وسؤالك عشان إحنا ما. السلام عليكم، يعطيكم العافية. محمد الزعبي من جامعة الطفيلة التقنية. أول إشي بشكر جامعة مؤتة على استضافتنا هون، وفعليا بشكر أصحاب المعالي والسعادة على استماعهم إلنا. بس يا ريت بدي أطلب منكم طلب صغير شوي، إنه نروح على الإجابة مباشرة، بلاش نظل نخوض في مواضيع، لأنه إحنا بندور على إجابات محددة. الشباب بدهم يسألوا غيري، والكل بده يسأل ويحصل على إجابته. أخذت دورك، اسمح لي، ما هو عدم المؤاخذة أنتوا قلبتوا النقاش عندكم، يعني فالشباب بدهم برضو يسألوا، يعني مش لحالي بدي أسأل، فأنا بدي أختصر وأسأل السؤال بعد إذنك. سؤالي بتجه أول إشي، الشاب هون سأل سؤال ما تم الإجابة عليه عن موضوع الذكاء الاصطناعي والروبوتكس. ثاني إشي سؤالي بتجه نحو إنه وين توجه أو الرؤى في الدولة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، في الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات، كونه هو القطاع الرائد في المستقبل، يعني هو فعلياً الإشي اللي راح يقدم لنا تطور حقيقي ونظرة أو استخدام أو تطبيق سريع لمشاريعنا اليومية والأعمال كلياتها بشكل عام. وشكرا. شكرا. أول شيء الإيضاح، إذا في أسئلة أنا بتدخل فيها فهي أسئلتكم الموجودة هون، يعني أنا عمالي بأخذ من أسئلتكم، يعني أنا ما بدير نقاش داخلي بمعزل عنكم. يعني إذا بدكم أنا أنادي الاسم وعيد سؤاله، بنادي الاسم إذا بتحبوا. يعني هاي عندي سؤال والله، لا ما هو أنا في أسئلة أنا بطرحها نيابة عنك، بس موجودة عندي هون. لا بنرجع له، ما فيش إشي ما بنرجع له، تريح.
نرجع له نرجع له. ما في إشي ما راح يتجاوب عليه. نأخذ كمان سؤال، تفضل. يعطيكم العافية، رعد أبو جيش من جامعة طفيلة التقنية في تخصص الأمن السيبراني. بحب أشكر تواجدكم معنا حتى تسمعوا أسئلتنا ونشكيلكم زي ما نحكي همنا. الآن زي ما أنتم كلكم عارفين الأمن السيبراني جميع يعني كل العالم بتوجه إله، وزي ما حكى معالي إنه بدنا نبعد عن التخصصات الراكدة ونتجه نحو التخصصات مثل الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي. ولكن إذا بنلاحظ في تزايد كثير كبير من الطلاب خلال سنتين لهذا التخصص. بالضبط، فالتخوف، هل في خطة إحنا ماشيين عليها، الدولة ماشي عليها، إنه خلال سنتين ثلاث أربعة ما يصير هذا التخصص راكد؟ وهل في خطط استثمارية بالقطاع الخاص أو بالقطاع العام؟ يعني حالياً لو نتطلع على الدول المجاورة حوالينا بنلاقي إنه يعني هم شوي متعدين أو بمرحلة شوي أكبر، فهل راح نستطيع إنه نوصل لمرحلة نقدر نتخطى هاي العقبة؟ يعطيكم العافية. يعطيكم العافية. رفاه النابلسي، طالبة علم بيانات وذكاء اصطناعي. سؤالي هو، في ظل التطور التكنولوجي الواسع والرهيب اللي بيصير هاي الأيام وعلى مدار السنتين الفايتات، هل هناك خطط لتعزيز ريادة الأعمال بين الشباب وتوفير بيئة داعمة للشباب المبتكر والمبدع؟ شكراً. نجيب من الجلسة اللي هناك وزير وزير الاقتصاد الرقمي. لا نجيبه خمس دقائق يجاوب على الأسئلة ويروح. على كل حال تفضل. أنا لأنه الأسئلة اللي عندي كلها اقتصادية، بدكم أعيد لكم إياها بعيد لكم إياها، بس أسألكم بالمناسبة. تفضل هون، تفضل. يعطيكم ألف عافية، أخوكم وابنكم همام الزاهري من جامعة الحسين بن طلال. مبدئياً عنوان الجلسة هي الاستثمار والقطاع الخاص مع بعض. نصيحة بخصوص الاستثمار، وأنتم عارفين فيها أكيد، عمان اكتفت. عمان بأغلب مناطقها اكتفت مشاريع استثمارية. لازم ننظر للجنوب، مساحاته أكبر، في أيدي عاملة موجودة ومتوافرة، في طاقات. أنا ابن عمان وأصبحت ابن معان من ساعة اللي دخلت فيها أدرس بجامعة الحسين بن طلال. عمان اكتظت لدرجة أنه أهل عمان عم بطلع منها. أنا بدي أجيب استثمارات، ما بدي أجيب استثمارات وأركزها بعمان. أنا بستغل فترة الصيف بإني أروج للأردن من خلال المغتربين اللي بيجوا من السعودية، من تركيا، من هولندا، من كل الأماكن. أنا جوز خالتي تاجر تركي، لما أجعل الأردن لاحظ أنه ما عندنا تضخم، لاحظ أنه الأمور الاقتصادية بالأردن ممتازة. مبدئياً في اختلاف بالصرف بين عنا وعندهم، يعني إحنا بنشوفه يعني على المصاريف اللي عنده هون بالنسبة للمواطن الأردني هي فائضة، لكن بالنسبة له مع مستوى دولته هي قليلة، فحفزوا هذا الشيء حتى يستثمر في الأردن. لما قعدنا ندور إيش في مشروع استثماري في الأردن، وجدنا إنه الأكل، الطعام هو المشروع اللي بيجيب. وصلت رجل. وصلت. لا ثواني لسه ما خلصش. القطاع الخاص موجود في الأردن. جواب على هاي الحثية، القطاع الخاص موجود في الأردن، لكن القطاع الخاص لازم يدعم القطاع العام، لأنه القطاع العام هو سمعة الدولة. القطاع الخاص إيش؟ لا مش مضبطيني. طيب. لكن بعدين لما اسمع بدي خلص. وصلت الفكره، وصلت. لا خلص، وصلت. بدك ترد عليه؟ لا اعطي الميكروفون اللي جنبك. بس قبل ما تسالي، في ملاحظه مهمه بجوز مهندس فتحي تأيدني فيها. معظم يعني تركز الصناعه، اسمح لي بس مهندس، اسمح لي، هذا شعار انتخابي. معظم المصانع تتركز بالزرقاء وبالمفرق، ترى بالمناسبة بعمان ما في مصانع، وبربد بعمان ما في مصانع، يدوب في منطقة سحاب بس. أما أكثر 70% من الصناعة في الأردن موجودة في. اسمح لي بس عصام، بس إذا سمح. هو بيحكي صحيح. يعني إحنا بس خلينا بس دقيقة معلش. ما هي قاعدة ترى
بلاش نروح زي الأخ الزعبي جديات القاعدة، ما تعرف القهر اللي كلياتنا فيه. خلينا نحكي بأريحية ونضحك مع بعض. أنا أقول لك شغلة بحكي صحيح، المستثمر ما هو شوفه يعني معظم المستثمرين كمان يعني عدم المؤاخذة مع احترامي للجميع مش من يعني عشائر يعني في مستثمر برا بيجي سوري كذا، هذا لسه في بعض المخلفات اللي بيقول لك بالتجمع العشائر الأردني يعني عارف سمعتنا احنا ما شاء الله يعني بالشر، بس هذا يعني عندنا سمعة شوي وأنا سلطي يعني مش بعيد عنكم، لكن أعتقد البعض بيخاف ما زال بيخاف عن يبعد شوي عن عمان. هذا بده وقت، هذا بده يشوف. تعرف أنت مستثمر يجي يقعد هاي القعدة مرتين ثلاث والله غير يستثمر في الكرك. احنا مقصرين بكثير الأشياء في للأردن يعني إعلاميا، حتى الأردن مش مروج له صح. اسمح لي مش ناخذ الاسئله، مع انه احنا انا بدي ارجع اقعد مع الشباب لحالي اليوم كامل. شو رايك؟ كويس. ما هو لانه احنا عندنا متحدثين وعندنا اسئله، بس بالمناسبه برضو حمايه الاستثمار في الاردن قطعت صوت كثير مهم كثير كبير، يعني بطلت زي اول. يعني اليوم 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 يا ويلو اللي بقرب على سور مصنع بغرض الايذاء ولا بغرض السرقه. على أي حال تفضلي سؤالك. أعطيكم ألف عافية، أنا نور قطاوني طالبة هندسة برمجيات في جامعة موتي سنة ثالثة. بدي أحكي بمحورين، المحور الأول بالاستثمار وهو بعيد عن تخصصي ولكن مضطرة لأنه الجلسة الحوارية هيك، والشغلة الثانية بالتكنولوجيا. شوف الاستثمار مش بعيد عن تخصصك، الاستثمار هو اللي بيوفر لك عن اهتمامي هندسة برمجيات. هلأ أول شغلة بالنسبة لهندسة البرمجيات والتكنولوجيا، إن وجد عنا أجهزة بجامعة مؤتة وهي الوحيدة بالجنوب أو الأولى بالجنوب، كان في تقنية اسمها الهوليغرام. الهوليغرام موجودة بالعالم من عام 1948، إن وجدت بالأردن 2017. يعني هذا إشي محزن بالنسبة للتطور التكنولوجي اللي احنا موجودين فيه حاليا. هاي من ناحية. من ناحية ثانية، أنت بتسألي أسئلة الوزير المعني فيها. أنا بحكي عن الحال المحزن اللي احنا الموجودين فيه. مزبوط. نعم. بس أنا توضيح بس عشان تكون بالصورة، الاستثمار بهمنا كلنا، لأنه الاستثمار هو اللي بوفر لك فرص عمل، الاستثمار هو اللي بوفر لك تكنولوجيا. أوكي. الاستثمار هو اللي معقول بيقدموا تسهيلات للمستثمر لما يجي على الأردن؟ معقول بيقدموا تسهيلات؟ في تسهيلات فعليا. طيب بس نعم. آه بس كمان بس آخر نقطة لو سمحتم، بدي أسأل هذا السؤال دائما بيراودني، ليش العاصمة والمحافظات القريبة جدا منها دائما الاستثمارات فيها ناجحة والخارج بعيد مهم. مش ناجحة؟ هلا أنا كيف؟ إذا سمحتم يعني ما عليك مثلا نفتح مطعم بالكرك بعد أسبوع ولا مسكر؟ والله أنا زعلت على الحريق اللي صار. الله يعوض على صاحبه. أنا زعلت على الحريق اللي صار في المطعم اللي صار. الله على كل حال خلينا نأخذ إجابات. بس دقيقة اسمحوا لي مشان تنظيم. اسمح لي ما هو مش أنت. خلينا نأخذ إجابات وبعدين نرجع نأخذ وجبة أسئلة. أنا جزء رح أجاوب يمكن أترك. لا بدك تجاوب على سؤالها. ليش طبعاً. هلأ أخت نور، هلأ بالنسبة ليش تكنولوجيا تأخرت، هاي بصراحة العلاقة تشاركية، جزء منها على القطاع الخاص وجزء منها على القطاع العام، ما بنقدر نلوم فيها. ولكن شو التسهيلات اللي نقدمها للمستثمر؟ زي ما تفضل سعادة النائب، القانون الجديد لما إجا حاول يحل معظم المشاكل اللي كانت تواجه المستثمر. المستثمر شو بده؟ بده سهولة في الإجراءات، بده حوافز، بده استقرار تشريعي، وبده لما يصير عنده مشكلة يعرف كيف يحلها. هدول مبدئيا. فحاول أول شيء ساوى القانون بين المستثمر الأردني والمستثمر الأجنبي، صار في مستثمر محلي هو أي واحد بيستثمر في الأردن. فبعرف أبو عدي عم بطلع علي، بس الأردني والأجنبي هم متساويين في الحقوق والواجبات.
الشغلة الثانية بسطنا الإجراءات، عم نعمل أتمتة. اليوم دولة الرئيس ذكر 68، إحنا بكرة رح نطلق كمان 27 خدمة، فهيك بصير كل الخدمات اللي مقدمة من وزارة الاستثمار مؤتمتة. ولكن المرحلة الثانية إنه يصير الأتمتة مع باقي الأجهزة الدولة والغرف الصناعة وأمانة عمان، وبالتالي منقلل من أولا منقلل فترة الإجراءات ومنقلل من التداخل العنصر البشري. الشغلة الثالثة صار في آلية للتظلم واضحة وخلال مدد معينة حتى الإجراءات. هلأ إحنا خلال 15 يوم لازم المستثمر يأخذ موافقة أو رفض، وإذا لم يحصل على موافقة زي ما تفضل دولة الرئيس في الصباح تعتبر موافقة. هاي كمان سهلت حياة المستثمر. بالنسبة للحوافز، الحوافز صارت واضحة، أي واحد بيفتح القانون وبيفتح النظام أصبحت واضحة جدا وليس كالقانون القديم. في عندك حوافز أساسية بيأخذها أي مشروع في الجمارك وفي ضريبة المبيعات، وفي ضريبة الدخل إذا كان في المناطق الأقل نمواً أو بشغل 250 عامل لمدة 5 سنوات. طبعاً أعطيناها للمستثمر حتى مش طول عمره، مش إنها عكازة يتعكز عليها، ولكن حتى نمكنه في لما بيأسس مشروعه. هلأ الحوافز الإضافية كمان كانت أداة لتمكين الاقتصاد، بمعنى إنه كل ما في أضاف إضافة نوعية للاستثمار للاقتصاد عم نعطيه إعفاءات إضافية، مثل إذا شغل 350 عامل، إذا كانت 50% من منتجاته للتصدير، إذا شغل نساء 50% من النساء وأن لا تقل عن 50 سيدة أو فتاة بياخذ إعفاء. المناطق الأقل نمواً، المشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص، إذا كان فيه قيمة مضافة، إذا كان في هناك نقل للمعرفة والتكنولوجيا، كل هاي انعطى إعفاءات. فكل هاي التسهيلات انعطت للمستثمر. كمان إحنا عندنا وحدة لمتابعة المستثمرين في الوزارة. إحنا يعني رحلة المستثمر التي تبدأ من الفرصة الاستثمارية اللي بنعرضها عليه، وبنقول له ايش الحوافز وبنقعد معه وبنشوف ايش برنامجه وبننصحه اذا يعمل هيك او يعني لا، بعدين بأسس الشركه، وبعدين في دوره حياه المستثمر كمان احنا متابعينه. هاي كلها تسهيلات تنعطى للمستثمر. كمان عندنا وحده امن وحمايه المستثمر موجوده حتى نعالج اي مشاكل بتواجهه. فكل هاي المواضيع سهلت حياه المستثمر. منصه الانفست.جو اللي انا بشجع قريبك اللي بتركيا يطلع عليها، رح يشوف كل الحوافز والمشاريع اللي اطلقناها 21، وان شاء الله رح نطلق كمان مشاريع استثماريه. طبعا اكثر من 50% برا عمان، في بالعجلون، في ناعور، في البحر الميت، في العقبه، في الزرقاء، في كل هاي المناطق. فاحنا مش مغفلين عن هاي الموضوع. في الاخ اللي طلع على تكنولوجيا المعلومات، احنا قطاع تكنولوجيا المعلومات هو القطاع رقم واحد اللي صنفناه للترويج، لانه هذا القطاع الاقدر على جذب الاستثمارات حاليا في الاردن. طبعا نتيجه لايش التسهيلات، ايش القوه. احنا عم نركز، عم نروج على القطاعات اللي فيها قوه عندنا مش اللي فيها ضعف، فهي وحده، وهذا يتلائم مع رؤيه التحديث الاقتصادي. شكرا، ويتلائم مع كل. شكرا لك. ترى الشباب اللي طلعوا راح يعني ينخدعوا، لانه معالي هناك بحكيش اقتصاد رقمي، بحكي اصلاح اداري. على اي حال، حتى في عندي انا سؤال بس قبل ما أعطي للأخت، لأنه زمان رفع صوتها. مين موجودة؟ ليان. ليان سأل سؤال، كيف أصبح مستثمر صغير مثلا في سن صغيرة؟ هذا بنجاوب عليه بعدين، بعد ما نأخذ سؤال هون الأخت. أعطيني هون سؤال برجع لك، يعني من أسئلتكم أنا بأخذ كمان. يعطيكم العافية جميعا، سعيد بتواجدي معكم. مجد الطنبوز، عضو في المعهد السياسي لجنة السياحة والآثار. هلأ بصراحة أنا كان سؤالي عن عدم كفاية الحوافز لجذب الاستثمارات إلى محافظات الجنوب والمحافظات التي تبعد عن العاصمة عمان، جاوبتوا على هذا السؤال من خلال حديثكم. بس في عندي كمان نقطة بناء على حكي زميلتي نور. أنا بشوف كمان أنه عندنا مشكلات اللي هي إحنا بحاجة إلى إعادة النظر في أسطول النقل الإقليمي، لأنه هو عائق بصراحة أمام الاستثمار في محافظات الجنوب. وإحنا كشباب
اسطول النقل الاقليمي المواصلات. يعني احنا كشباب ناشطين سياسيا، يعني انا ساكنه بمحافظه معان بوادي موسى، يعني عم بواجه صعوبه جدا لما اكون ناشطه سياسيه وناشطه شبابيه بتواجدي باي مكان، فحتى على الشغل والاستثمار عم بصح لنا فرص كمان بتكون كثير منيحه بمحافظات ثانيه بيكون صعب كمان الوصول اليها. هلا في عندي كمان سؤال حسب يعني اهتمامي بشكل كثير كبير بالسياحه، في عندي كمان اللي هو هل يوجد خطة للاستثمار في التراث الأردني القديم؟ يعني إحنا في عنا عدد كبير من المواقع الأثرية التي بحاجة إلى ترميم. يعني أنا من الأشياء اللي كنت عم بشتغل فيها كنت مشارك ببرنامج الزمالة البرلمانية، اشتغلت على صندوق إعادة ترميم المواقع الأثرية، يعني أو مشروع قانون لصندوق إعادة ترميم المواقع الأثرية. هذا بصراحة الموضوع كتير مهم، قديش بيجيب لنا مستثمرين، هدول المستثمرين قديش رح يشغلوا شباب، هدول الشباب قديش رح نحل برضه شوي من نسبة البطالة. وكمان في عنا أصلا بهذا القطاع يعني أوريدي في كمان نسبة كمان كتير كبيرة بحاجة إلى توظيف يعني فيها. شكرا لكم. ناخذ لا ناخذ بس سؤال عند الأخت هون، برجع لك أنا بحاول أوزع قدر الإمكان. تفضلي. يعطيكم العافية جميعا. أنا معكم رقية سالم التخاني من كلية الكرك التطبيقية. هسا إحنا موضوعنا اليوم وحتى الجلسة الأولانية مع دولة الرئيس كانت هي إنه الشباب محور الاهتمام. الآن أنا حاب أحكي يعني بالعامية، يعني بحديث كشباب ويعني حضراتكم، هلا إحنا بنعرف إنه إحنا كشباب، شباب وشابات هم العمود الفقري لأي مجتمع كان، تمام؟ فبيجب على الدولة، يعني أنا أتوقع أنه تبحث عن إيجاد آليات حقيقية لتكون أنه دور فعال إن إحنا كشباب وشابات لهم رأي عشان يأثر هذا الإشي رأي فينا إيجابي إحنا كشابات. يعني أنا بعمري إذا بدي أقعد مع شاب أو شابة أصغر مني أعطيهم أنه أعطيهم أمل، فبحس إحنا وصلنا لمرحلة بحس خلص بصير بحكي لنا بطالة. هسا أي واحد بده يدرس بحكي لك أنا بدرس، طب إحنا آخرتنا نقعد بالبيت. فإحنا بدنا إشي عشان يعني بدنا أي مشروع مثلاً دعم مادياً معنوي من خلال مشاريع حقيقية، لأنه إحنا الشباب إحنا متعطش للعمل، فبحس إحنا عنا قوة وعنا مشاريع وعنا أفكار، بس بدنا دعم حقيقي. يعني أنا الآن كطالبة جامعية أنا وزملائي لما بدي أطلع من هالباب بدي أحس إني أنا إن شاء الله من قعدتي هاي إني راح أستفيد، راح يصير فعلياً مشروع، راح فعلياً إنه راح نستفيد اقتصادياً إحنا كشباب وشباب. تعطيكم ألف عافية. تستفيد إن شاء الله بستفيدي. باخذ سؤال هون وبرد، بناخذ اجابات يعني احنا بدنا نعلق على كل، ناخذ بالدور نعلق على كل الاسئله اللي انطرحت. تفضل. يعطيكم العافيه جميعا. انا عبد الله ابو الشيح وصاحب شركه استثماريه محليه. سؤالي مباشر للانسه خلود سقاف وللجميع. احنا عم نعالج اللي هي مشكله الاستثمار نظريا، لكن للامانه عن تجربتي الشخصية عم بحكي لك، لأنه أنا صاحب شركة استثمارية محلية، ما عم نعالج المعيقات وتذليل الصعوبات عملياً ليس نظرياً، لأنه إحنا اليوم سواء كنا مثلاً أفراد أو شركات استثمارية محلية أو شركات استثمارية أجنبية، لدينا حسب ما كان طبيعة العمل منشآت تجارية منشآت صناعية، لدينا هنالك معاملات يجب إنهائها مع المؤسسات الدولية ومؤسسات القطاع العام والخصخصة ولا آخره. هاي المعاملات لها إجراءات بيروقراطية معقدة، ماشي؟ هاي لحتى مثلا شخص معين أو شركة أو فرد له معاملة بده يروح إنهيها، بده يستخرج رخصة إنشائية أو إذن أشغال أو رخصة مهن، ماشي، بيحتاج يراجع أكثر من 30 مكان لحتى ينهي معاملته بين الدفاع المدني وبين السير وبين الهيئة وبين الوزارة وبين الأمان، ويرجع مكتب هندسي والمكتب الهندسي للأمان لأمانة عمان، وأمانة عمان تتحول لجنة لوائية. هاي الأمور أنا صاحب منشأة صار لي سنة مش قادر أطلع إذن أشغال بسبب التعقيدات البيروقراطية. إذا هنالك يجب أن يكون هنالك حلول على أرض الواقع، حلول ميدانية، تجميع كل هذه من خلال مناديب بوحدة متكاملة متخصصة. وصلت. أنهي معاملتي من هاي الجهة. وشكرا. هو في يبدو ما عندك فكرة أنت أنه في نافذة استثمارية موحدة بوزارة الاستثمار. هلا بشرح معاليها بتشرح عنها. ناخذ إجابات ولا ناخذ سؤال؟ قانون أمانة عمان. ناخذ سؤال، اطلع لي على الصف هون عند الأخت سؤال. أخت سؤال. ناخذ سؤال. والله لا أرجع، والله لا أرجع، والله لا أرجع. ما قاعدين قاعدين قاعدين، والله لا. خلص جاهز تفضلي. يعطيكم العافية. أنا طالبة سارة غسان بخيت، طالبة علاقات دولية ودراسات استراتيجية من الحسين بن طلال. مبدئيا ما بدي أسأل عن الاقتصاد ولا عن السياسة، لأني
تخصصي ومكتفية تقريبا فيهم هاي المعلومات. هسا أنا لحد الآن مش محددة إيش مجالي بعد الجامعة، سواء سفارات أو مثلا عين نياب، بغض النظر عن هاي المجال. أنا مبدئيا حابة أدخل مثلا مجال الجمرك أو الاقتصاد، فكيف أنا تقدروا تساعدوني لأدخل هذا المكان؟ لأنه سألت فما بعرف شو أعمل بعد الجامعة، إنه قريب أتخرج بس مش عارف شو أعمل، مع إنه ما لغة مثلا، مش عارفة. ممكن تفيدوني يعني بهذا السؤال؟ شو دارسة حضرتك؟ علاقات دولية ودراسات استراتيجية. علاقات دولية. طيب أنا مشان ما يزعلش بدي أخذ سؤال آخر سؤال في الوجبة هاي، تفضل آخر سؤال في الوجبة هاي وبعدين بنأخذ إجابات وبنرجع. يلا يلا حاضر حاضر تفضل. الله يعطيكم العافية جميعا. أسامة الزيدانيين من جامعة الطفيلة التقنية، تخصص هندسة الطاقة المتجددة. مبدئيا إحنا بدنا نبعد عن المستوى الإقليمي، بدنا نحكي عن الطفيلة على وجه الخصوص، مثلا مثل غيره من المحافظات. أنتوا بتعرفوا الطفيلة يعني أصحاب المعالي والسعادة أكيد وصلوها، فيها بيئة استثمارية خصبة جدا من ناحية زراعية، من ناحية الطاقة، من ناحية موارد أخرى، من ناحية صناعة، يعني فيها موارد كثير كثير. ليش لغاية الآن ما تم تفتيح العيون على هذه الموارد؟ هل إنه الطفيلة، أنا بتخصص هندسة طاقة متجدد بدي أحكي معكم مجال الطاقة اللي أنا دارسه، الطفيلة من أكثر المناطق في الشرق الأوسط عموما، فيها سرعات رياح وفيها جودة رياح ممتازة. هل يعقل المحافظة هاي كاملة على مشروعين رياح؟ هل يعقل محافظة كاملة من الحسا لآخر يعني مساحة كبيرة جدا وفيها محمية ظانة طبيعية 300 كيلومتر مربع، هل يعقل ما فيها مشروع طاقة شمسية واحد؟ هل يعقل؟ هل يعقل؟ طيب خلينا ناخذ إجابات. لسه ما خلصت. لا بدري. أنت حكيت سؤال واحد. لا الوجبة مطول. لا سؤال واحد خلص. خلص سؤال واحد. خلص. سؤالك مهم ترى بالمناسبة. أنا سؤالي مهم. خلص. لكن أنا بدعوهم ينزلوا لو زيارة. لو زيارة واحد ينزلوا على الطفيل ويشوفوا الواقع اللي احنا فيه يعني والضعف اللي احنا فيه. هم معلش ملاحظة يعني هم الوزراء من وين؟ ما هم من هالبلد يعني وين جايينوا بالمريخ؟ بس والله نزلة يعني عن نزلة بتفرق، نزلة الطاشي مو زي يعني نزلة المسؤولية. لا والله بيعرفوا، والله بيعرفوا، والله ما شاء الله يعني اغلبهم حالف على كتاب الله انه ينزل ويشوف بعينه ويشتغل بعينه. فانا بدهم ينزلوا ويشوفوا، ما هم من هالبلد ومن القرى، لانهم مسؤولين وتأمنوا عليهم. لا ما قبل ما يكونوا مسؤولين هم اولاد البلد اولاد. على كل حال خلينا ناخذ وجبه اسئله، وجبه اجابات. لا برجع والله لا ارجع، بلش من معاليك وهيك تعليق على كل الاسئله اللي انسالت. تفضل. يعني انا بدي بلش من اخي اسامه اخر المتحدثين. لا سيدي احنا بنيجي على الطفيله وبنعتز باهل الطفيله لانهم غاليين. قبل كم من شهر ثلاث وزراء اللي كانوا موجودين بالطفيله ونواب وقطاع خاص وفي مدينة صناعية، إذا ما عندك علم وانت ابن الطفيلة، عبينا المدينة الصناعية بالكامل لأنه ما كان في ولا مستثمر قابل يجي يستثمر في مدينة الطفيلة الصناعية. كيف أقنعنا مستثمرين بنفس اليوم اللي كنا موجودين فيه ناس قرروا الاستثمار؟ أعطينا مهل لعشر سنوات بإعفاءات، أعطينا خمس سنوات عمالة على حساب وزارة العمل، أعطينا تخفيض 50% بكلف النقل بالإضافة لسعر الأرض، فبالكامل فللت هذه المدينة. مدينة مساحة، خلينا أكمل سيدي إذا سمحت لي. هذه خلص أنا ما بدي أحكي. معلش سألت سؤال. لا 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 ما لا ما بسمح لك. لا 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 ما بسألش. لا في أصول. سأل سؤال بستنى جوابه يعني بالمقاطعة عشان ما يصيرش النقاش ثنائي. يعني ما هو في كمان غيرك بده. اسمح لي معلش سامحني فيها واسمح لي. تفضل معليك. يعني حتى الكرك أخرنا الاستثمار فيها خوفا، لأنه لما سمعوا أنه راح يكون في استثمارات في مدينة الكرك خفت أن تهاجر هذه الاستثمارات من الطفيلة إلى الكرك، فأخرنا الإعلان عن الكرك لبين ما نخلص الطفيلة كاملة. لا طبعا أكيد عزيزي علينا وبهمنا ننجح بالطفيلة بهذه المدينة الصناعية، يعني بهمنا ننجح فيها. الشروط اللي موجودة حتى يستفيد منها شرط أن يكون من أبناء الطفيلة سواء من الذكور أو الإناث اللي بده يستفيد من هذه الحوافز. هلا موضوعك على موضوع الطاقة، هذا موضوع على المملكة كاملة، كلنا إحنا كمواطنين ولا كمسؤولين بهمنا أن نتوجه للطاقة المتجددة، إما طاقة شمسية أو طاقة رياح.
بس هذا بالوقت الحالي في له ترتيبات، هناك استراتيجية لهذا الشيء، هناك كلف على الشركة الأردنية الوطنية اللي هي نبكو، هناك خطة لوزارة الطاقة لهذا الأمر. فأنا ما بقدر أتوجه مباشرة أقول 100% بدي أغطي كل احتياجاتي من الطاقة المتجددة سواء كان للصناعة أو حتى للمواطنين، إلا باستثناءات بسيطة نعطي لغاية يعني 2 ميجا أو 1 ميجا، عفوا 1 كيلو أو 2 كيلو لغاية محددة، عبين ما نرتب الأمور بشكل أوضح، لأنه عبء كبير في موضوع تخزين الطاقة المتجددة، وأنت متخصص بهذا الشيء. البقية الأسئلة اللي كانت والإخوان اللي سألوا، الأخ رجوب والأخ الزعبي اللي طلع، لا سيدي موجود عندنا، إحنا موجود عندنا حاضنات اشتغلنا عليها من سنوات، وأنا بعطيك أمثلة على هذه الحاضنات لبراءات اختراع، جلالة سيدنا بنفسه زار هذه البراءات الاختراع. الآن الأدوات تغيرت لأنه أنشئت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، هناك مشروع موجود في هذه الوزارة، هناك مشروع موجود في هذه الوزارة للمشاريع الريادية والستارت اب، وعندنا مشاريع اللي أنا ذكرت لك إياها مثالين، وأيضا عندنا مشروع في المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية بنعطي لغاية 15,000 و20,000، ليس قرض، أنا كلامي واضح، إحنا بنعطيه منحة، يعني ما بعطيك هذا الشيء قرض. وعندنا صندوق دعم الصناعة اللي مع الأخ رئيس الغرفة الأخ أبو عدي، هذا مخصص له 30 مليون. بالمجمل أخرجوا، إذا بتشوف تصنيف الصناعات الأردنية 95% هي صناعات صغيرة متوسطة. سيدي أنا بحكي مؤسسات، ما بدي أسمي لك إياها، مؤسسات صغيرة ومتوسطة. تصنيفنا إحنا كأردن أكثر من 95% هي مؤسسات صغيرة ومتوسطة. فكل برامج التعامل اللي تقدم سواء من الحكومة أو من بقية الجهات هي موجهة لبرامج للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبشقيها، سواء كانت بقطاع صناعي أو بقطاع خدمي. قطاع الاي تي سي، إذا إحنا بنطلع بالأرقام من سنة 2004 ولغاية هذا التاريخ، حجم الوظائف اللي شغلها هذا القطاع بشكل مباشر أو غير مباشر يتجاوز 240,000 وظيفة اللي بيشتغلوا بهذه القطاعات. إذا بتشوف الرواد اللي موجودين في الوطن العربي، حتى المحتوى العربي يا أخوان، وهذه حقيقة، 70% من محتوى العربي بالشبكة العنكبوتية ومن شباب وسواعد أردني، لكن التفصيل الكامل اللي موجود في دعم الريادة تحديدا هناك برنامج مخصص في وزارة الاقتصاد والريادة بإمكانكم تطلعوا عليه، إلى جانب البرامج اللي إحنا. أبعرف إذا ما عليك جاوبت على موضوع الذكاء الاصطناعي، جوز اللي بسموها الثورة الصناعية الجديدة. سيدي الذكاء الاصطناعي والأمن السبراني كلنا قاعدين نحكي لا فيه لا. وأنا في حوار الجامعة الأردنية بجوز استنت لما قال إلك بتقرير للIMF منتدى الاقتصادي العالمي، بيقول عن 14 مليون وظيفة ستختفي من هون لل 2028. وتوضيح صافي الوظائف الجديدة المستعدة في 14 مليون، 80 مليون راح تختفي، 80 راح تختفي تقريبا، يعني في وظائف كثيرة راح تختفي، بس في وظائف جديدة راح تتولد، في وظائف جديدة راح تطلع. الأمن السبراني، الذكاء الاصطناعي، هذا ما كنا نسمع فيه قبل 10 سنوات. ناخذ معاليها تعليق من معاليك على الموضوع. انا يمكن بدي حالكم لوجبة أسئلة، بدي اعلق على شغلتين. في الأمن السبراني اللي حكى إنه إيش الخطة لاستيعابه، أنا بقول إحنا رايحين نحو الأتمتة، وكل ما صار في تكنولوجيا عالية وأوتوميشن أعلى، كل ما احتجنا أكتر للأمن السبراني، لأنه هذا اللي بيحمينا من الاختراقات والهاكرز وما إلى ذلك. فأنا بعتقد إنه طول ما إحنا عم نمشي نحو الأتمتة، طول ما إحنا بحاجة لإنه ندرس أمن سبراني، بس مش معناه إنه كل الشباب يدرسوا هذا، لازم يكون في تنويع. الشغلة الثانية بالنسبة للأخت، طبعاً إحنا مدركين موضوع النقل، وهي على يعني أهم أولويات الحكومة، وتعالجت في رؤية التحديث الاقتصادي
ومعروف إنه هي واحدة من أسباب عدم مشاركة المرأة كمان في العمل هي عدم توفر وسائط النقل، بالإضافة كمان للمحافظات إنه ما عم بيجوا العمان، فهي كمان إنه يصير في أكثر مشاريع في المحافظات. بالنسبة للمشاريع التراثية والأثار، إحنا كوزارة استثمار المشاريع اللي منروجها هي المشاريع المجدية اقتصاديا، أما لما يكون مشروع تنموي أو مشروع هذا بيكون من اختصاص وزارة السياحة والآثار، وهم كمان يعني حريصين على في عندهم خططهم وعم بيطوروا في المواقع الأثرية. إذا ما كان مجدي اقتصاديا إحنا يعني بس الفرص المجدي اقتصاديا اللي منروج لها. شكرا. بس مهندس، طب كيف بدنا نوصل ل 8 مليار زي ما حكى دولة الرئيس الصبح؟ قديش قال صادرات؟ قديش قال؟ هو أخطأ بصفر زيادة، 800 مليار هم 8 مليار والله. 800 مليار غير ولا 800 طبعا هو كانوا التعبير 8 مليار غير السير 8 مليار هو الرقم. 800 مليار احنا الان واصلين 8. طب شو الرقم اللي قصد الرئيس يحكي؟ لا الرقم رقم تفضل. لو يصير 800 مليار كان ما بيضلش عندنا مطالب تاريخ حياة البلاد. دولة نفط أهم من دولة نفطية. أنت عارف مش مستحيل، مش بلاش 800. بس أقول لك شغلة، تايوان عدد سكانها 20 مليون، صادراتها 400 مليار. سنغافورة عدد سكانها قديش؟ 6-7، صادراتها 750 مليار. مش شيء مستحيل، بس إحنا تأخرنا كثير، تأخرنا وإحنا نزلت ذاتنا كثير. قلت لكم أكثر ما كان يسيء وما زال يسيء إنه إحنا منتباهى بإننا من يعني ننفض عن حالنا أردنيتنا، وإحنا والله أحسن من غيرها بألف مرة. أنا بس بدي أنصح، بدي أنا جاوب الأسئلة كلها معروفة، أنا بقول الله يعينكم. أنا قدر إذا إحنا في جيلنا وإحنا بالجامعة كنا نحلم ونتمنى كيف بدنا نشتغل، وأنا مرة حلمت بالسنة الأخيرة إني مشتغل وما أخذ سلفة، يعني الحلم بذاتي إني أخذ سلفة، أقسم بالله بالسنة الأخيرة بالهندسة حلمت إني مشتغل بشركة وما أخذ سلفة. لكن أنا بدي أقول لكم شغلة، أنا برأيي اليوم التنافس أكثر، يعني بمعنى آخر ما بيكفي الشهادة اللي بين إيديك، وحتى لو كنتم متفوقين الحضور الشخصي أهم بكثير من العلامات. يعني إحنا اليوم بواقع الشركات لما بيقابلوا بدوروش على العلامة العليا الصراحة، بحبوا الوسط شوي، لكن مع حضوره شخصية وعنده هاي الكاريزما. اثنين، يتعب على حاله بدورات وحضوره لغة ومش عارفه. ثلاثة، اقعدوا مع الكبار بالعمر عنده خبرة. وأنا منكم بقول لجامعاتنا إنه في محاضرات تكون لا منهجي، بأنه يجي رجال أعمال ناجحين يعطوكم محاضرات، هذا أكثر فائدة من كثير من القضايا النظرية. أنا بقول واحدة من مشاكل التعليم في بلادنا بشكل عام بأنه دكتور الجامعة توجيهي شاطر، بكالوريوس شاطر، ماجستير، دكتوراه، بيجي بدرسكو، والله ما قاضب من ذيلها، أقسم بالله هو سامع سلافة وبسولفكو إياها سمعة، هو ما عرفها. إحنا وإحنا يعني صغار وندرس شباب، أنا بتذكر معظم الدكاترة على العكاز وجاي بعد ما اشتغل 30-40 سنة في القطاع الخاص والعام وبالميدان إجي قرينا، فكان ينقل لنا تجارب من كل نواحي، سواء كانت بموضوعنا العلمي وأنا دارس الهندسة أو في القضايا اللي كانت تحصل معهم. اطلبوا من جامعاتكم أنه بدنا رجال أعمال يبلشوا يحاضروكم ويقعدوا معكم، والأمل موجود. أنا برأيي الأمل موجود، في مازال شوية فرص، إيد بإيد. أنا مؤمن تماماً في قصور بكل الجهات، وأولها كلهم، بلاش أقول أولها الحكومة مقصرة، قطاع الخاص مقصر، إحنا كمواطنين مقصرين. كيش نقول معك صريح، أنا بفوت محلات وعلى طريق هاي من هون للعقبة، والله العظيم بفوت استراحات ما بشوف منتج أردني واحد فيها. وشو البديل؟ كان أيامها سوري، مصري، خليجي، البعض منا بتباهى بالمنتج الخليجي كأنه جاي من آخر الدنيا، وأنا شايف مصانع بكثير من الدول لا يمكن تشوفوها في الأردن، والله أنا شايف مصانع بأحسن دولة بتحكوا عنها فيها فيران بعيني شايفهم. الأردن أفضل دولة بالرقابة اللي موجودة إن شاء الله دائماً. أنا بقول هذا الكلام والله يا عصام للأمانة، هذا الكلام والله أهم من كل
السواليف الحصيده انه والقضايا هاي اللي خلينا نكون عمليين واقعيين، نشتغل ايد بايد، ما نظل نحمل الاخر المسؤول كلياتنا. واحنا من الطبقات، انا بحكي عن نفسي والله يا اخوان، انا وصلت الاول ثانوي ما عندنا كهرباء، كنا على اللاذه وبعدين ندق ابو شنبر، حدا فيكم شافوا اللوكس الشنبر؟ هاي في مواطن زي حالتي هون، للاول ثانوي كهرباء ما في، طرق ما في، اسخان ما في، ها للتوجيه انا اول ثانوي، يعني انا احسن منك بسنتين. وكل اللي قاعدين انا بعرف معالي الوزير بجوز بس معالي الوزير ابوه كان امين عام والباقي والله وصلت كهرباء بالواسطه. هاي الايجابيه. يعني اليوم انا بدي اقول لكم شغله، العلاقه اللي بين القطاع الخاص، في انتقادات في لحظات، بس لا يمكن في دوله، والله يا عصام لازم اقولها، والله ما في دوله بجوز زرناها في علاقه بين القطاع الخاص والقطاع العام زي اللي موجوده في الاردن. انا ما مش للمديح، انا بس بدي اقول لكم انه الايجابيات موجوده، نبني على هذا الايجابيات ونوصل. انا اتحدى اي صناعي في الاردن اليوم عنده مشكله مش خلال نفس اليوم اوصله لاي وزير في 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 في, في الحكومه الاردنيه او حتى دوله الرئيس. احنا شعب طلع والله العظيم، يعني انا بقول بهاي الهمه بنوصل. صحيح والله يعينك، والله انا شاعر مع كل، يعني بشوف واحد بدرس بحثنا عليه التوجيه اليوم وهم بيبكوا على الرياضيات وكذا، لكن يعني لكن ما الامل موجود، انا بايد والهمه موجوده. شكرا. يعني ضمن الاسئله اللي تفضل اللي موجوده، بدي اخلي سعاده النائب يحكي بعدين ناخذ، والله غير اخذ الاسئله. ضمن الاسئله اللي شفتها بكشف الاسئله، سؤال فعلا، ما هو القادم؟ ما هو القادم؟ ايش اللي بيستنانا احنا كاجيال؟ انا بحكي عنكم طبعا، احنا خلصنا كاجيال بدات تيجي على سوق العمل، بكره بده يصطدم. طبعا بصير الواحد فينا يقول يا ريتني ضليت ادرس في الجامعه ولا طلعت على بالشيك، بصير هذا الحكي. سعاده النائب شكرا. اخوي ابو علي والله انا بايدك في كل كلمه حكيتها، ويجب ان ننظر دائما ليس للجهه الفارغه من الكاس، يجب ان يكون عندنا تفاؤل صحيح. لكن للاسف يعني انا بدي احكي عن شيء اسمه النمط التعليمي او النمط الدراسي او النمط التخصصي. يعني مع احترامي وانا بدي احكيها بالعاميه، انا كنائب مع احترامي نائب لمحافظه الكرك، بجوز يومي بيجيني فوق 50-60-70 تليفون، والله ما في واحد منهم الا شيء خليني احكي لقانون معين. كله وظائف، علنا انا بحكي كله وظائف، ما واحد بيسالني او بيستفسر بالله القانون الفلاني ناقشتوه او حطيت او اكتشفته تناقشوه، فهي كلها خدماتي. لكن للاسف مع احترامي اللي بيحكي معك درجات عليا، دراسه درجات عليا، ماجستير بكالوريوس، والله نفسي يحكي معي واحد مخلص من تدريب مهني مع احترامي، مع فني كهربائي، مع فني تكييف وتبريد، مع فني ميكانيك. صحيح اللي اقول له تعال هلا بتاخذ راتب، انت اذا بوديك على المكان الفلاني تاخذ راتب اكثر من الطبيب اللي تخرج والان متعين بالصحه. المجال المهني يا اخوان الصحيح، احنا بجوز هي غريزي عندنا انه احنا كنا حابين نتعلم وكنا حابين نعلم اولادنا، والله انا بقدم قلبي مشان اعلم ابني، لكن في النهايه انا بقولها فعلا التدريب المهني يجب ان يكون له حصه الاسد في المرحله القادمه. قاعد بتنادي البليط مع احترامي لك يوم كامل يشتغل عندك في بيتك بيطلع 100-150 دينار، ويوم بحكي معك شاب بتقول له طيب خليني اوديك على المصنع الفلاني بقول لك لا والله هذا الشغل تعب، بده كرسي وبده طاوله، بالمفتوح بحكيها بده كرسي وبده طاوله. لذلك انا اللي بقول انه نمشي على نمط التعليم، نطلع عن نمط التعليم الدراسي العلمي ونروح على التدريب المهني. جوابي برضو للأخوي بخصوص التراخيص وأمانة عمان، قانون أمانة عمان احنا اشتغلنا عليه بمجلس النواب، وأنا قدام ما أكون نائب أنا زلمي عسكري، أنا لواء متقاعد كنت بالدفاع المدني، وبعرف الناس كيف كانت تعاني بالأمور هذه. وموضوع التراخيص الآن التراخيص قسمت لثلاث مراحل بقانوننا الجديد اللي أقرنا إحنا لجنة الاستثمار لأمانة عمان. الصناعات الخفيفة خلينا نحكي يوم واحد، إذا كانت متطلباتك متكاملة يجب أن تأخذ الترخيص بيوم واحد، إذا كانت متوسطة الخطورة ثلاث أيام بشرط أنه تكون أنت مكتمل لأوراقك،
إذا كانت عالية الخطورة أسبوع، أسبوع بتقدم ورقة كاملة، خلال أسبوع ما أعطوك الترخيص أمانة عمان فأنت مرخص تلقائيا. هذا القانون الجديد اللي أقرناه لجنة الاقتصاد والاستثمار أخيرا في مجلس النواب. يقول النواب بيشتغلوا. نأخذ بدنا نأخذ وجبة أسئلة أخيرة. بس أنا النواب كويسين. بس إحنا ظلينا ترى بالصحافة نختلف إحنا ومعالي وزير العمل في سجال دائما إنه البطالة مش في المهن، يعني كل ما يطلع حملات لما المصاري والمساكين بنقول له يا عم البطالة مش هناك، البطالة مش في المهن، يعني المهني ترى بلاقي شغل بسهولة، يعني أقل طلعة لمواسرجي بس طلعته بعشرين ليرة، لما بده يسوي شغل إضافي بأخذ له كمان. البطالة للأسف الشديد مش وكلنا بنقر فيها اللي هي عدم موائمة مخرجات التعليم مع حاجات سوق العمل. وأنا لو كنت بمكان الحكومة بضيف تحديث التعليم كخيار رابع بعد تصحيح بعد إصلاح القطاع العام. التعليم عندنا بحاجة لتحديث، ومن اليوم إذا ما بدأنا نحكي ونهيئ حالنا لفرص العمل اللي بدها تختفي وفرص العمل اللي بدها تستحدث، ترى راح نضل نطارد العمالة الوافدة وندور على وظائف لأكاديميين لم تعد هذه الوظائف موجودة. بدي أخذ وجبة أسئلة ثانية، بس بدي أبدأ من الأخ هون لأنه زمان والله اسمحوا لي فيه، رافع إيده تفضل. خليك يا سيدي ارتاح خلاص، هينا وقفنا مو مشكلة. يعطيك ألف عافية وشكرا على الفرصة الحوارية اللي قدمتوها، وهذا الشيء صراحة يعني بيجبرنا على التفاؤل لما نشوف بإمكان إحنا نحاور بشكل أرياحي. بعدين هذا شغل مهم بالنسبة لنا إحنا كشباب. تتبعا لكلامكم إنه بخصوص التخصصات لازم نبعد تخصص الراكدة والأمور المهنية، أنتوا تحكوا هام مع طلاب الجامعة، يعني هذا الحوار مع شباب معظمهم طلاب الجامعة، نفسي عن شخصين يعني أنا سنة خامسة هندسة مدنية، أحمد نافذ أبو جلود من جامعة الطفيلة التقنية، أنا خلصت تخصص سنة خامسة يعني كمان شوي حتخرج، معظم يعني في كثير أشخاص زي سنة ثالثة ورابعة اختاروا تخصصهم واختاروا مجالهم ودفعوا دم قلبهم عليه، يعني مش وقت التغيير. وكذلك مهنيا أنا وصلت لمرحلة أن أكون طالب جامعي صعب ألاقي شخص حيتحول مهنيا، فأعتقد الكلام هذا لازم يتوجه في المدارس، لازم يتوجه في المدارس من حتى قبل الثانوية. هو أنا آخر العنقود. السؤال اللي حاب أواجه صراحة ألا وهو أنا كهندسة مدنية أتوقع بحكي كمان عن زملائي المهندسين سواء كان في سوق العمل أو سواء كان العاطلين في البطالة أو سواء كان طلع مقاعد دراسة زيي، دائما نسمع في عندي أنا مليون مهندس عاطل عن العمل. طيب إحنا صعبنا إحنا عندك مليون مهندس عاطل عن العمل، أنا بالنسبة لي دخلت هندسة المدنية عن شغف يعني عن رغبة وعن عن عن هاي الأمور. طب إحنا فهمنا إنه في بطالة وفهمنا، بس إحنا مهندسين هنا قاعدين، طب شو نسوي في حالنا يعني وين نروح؟ دائما نسمع اي تي واي تي ذكاء اصطناعي ونسمع الامن السيبراني نسمع هاي الامور، صراحه كفاءات تطلع عنا رهيبه ونشوف الشركات الخارجيه بوصلوا ادارات للشركات، احنا عارفين وهذا التوجه العالم يعني مش من الاردن او احنا شيء مميز، ولكن فكرتنا انه المهندسين احنا كمهندسين اللي دائما نسمع عنهم بطاله وما في فرص عمل، شو نعمل في حالنا وين نروح يعني نندب حظنا ولا شو اللي نوصل؟ بس في كثير من حمله الشهادات ترى يعني ما اشتغلوا بشهاداته. تفضل بدي اطلع هيك انا، معلش اسمحوا لي تفضل، يلا برجع لك معلش ما قرب قرب. يعطيكم العافيه زكريا العشيبات من جامعه الطفيله التقنيه. انا عندي سؤال نتج من حواركم، اوكي لانه سؤال قوي صراحه لازم نساله، عندي سؤال نتج من حواركم. سعاده المهندس فتحي حكى انه لو الحكومه قللت تكاليف الانتاج كان قدرنا احنا نقلل البطاله ونقضي على البطاله، تمام؟ بدي الاجابه من الحكومه، من الحكومه كدوركم التنفيذي في المملكة الأردنية الهاشمية، وبدي إجابة من مجلس النواب كدورك التشريعي والرقابي في المجلس. سؤال كمان هون سجلوه بالله هذا السؤال. السلام عليكم، أنا الطالب عبد الرؤوف السعود الملوح الخضير. احنا يعني خمس دقائق وبننهي ترى، بس يعني والله ايش اسأل ارتسل والله ما يعطيكم العافية. الطالب قصي زيادة هندسة الطاقة متجددة من جامعة الحسين بن طلال. طبعا سؤال أول شيء للمهندس جعفر بالنسبة لغرفة صناعة وتجارة الأردن. فتحي الجغبير. عفوا. بالنسبة لموضوع غرفة صناعة وتجارة الأردن، إحنا صناعة الأردن إحنا جاهزين، ما بقول أنتوا
إحنا جاهزين للمستقبل إذا صار عندنا أي معوقات زي جائحة كورونا؟ هاي بس كمان سؤال شغلة ثانية بالنسبة لموضوع الاستثمار. إحنا بمعان زي ما بتعرفوا أنه أكبر محافظة في الأردن، حكى زميلي فوق تخصص طاقة برضو عن موضوع أنه التوربينات، إحنا بس الطاقة لا تعتمد على لا لو سمحت تعال سأل سؤال تعال سألت سؤال مهم وبتقول هذا سؤال قوي وسحبت حالك وطلعت. الطاقة لا تعتمد بس على طاقة شمسية أو طاقة رياح، ولكن في طاقات كهرومائية وفي أكثر من أنواع الطاقة. ليش ما نعمل لما أجي أسأل واحد شو يعني معان بيقول لي صحراء، طب ليش أنا خليه أسمح له بهاي الكلمة صحراء؟ ليش ما نعمل فيها استثمارات عن طريق هاي الاستثمارات ما تكون بس لاهتمام الطاقة، لا استثمارات وتختص بالطاقة. مشان الوقت الباص، أنا سكان عمان طالب في معان. مشان الوقت وتلحق الباص أعطي الميكروفون للي بجنبك. يلا جايكي والله غير تسألي. هاي والله السلام عليكم، أنا طالب عبد الرؤوف سعود الملوح الخضير، طالب في جامعة موتة. طبعا عندي سؤال موجه للضيوف الكرام حكومة وقطاع الخاص. أنا ودي أتحدث عن جانب العمل، فإذا سمحت الفرصة للشباب لإيجاد فرص عمل تتبعها حلول لمشاركتنا. لو نريد وظائف حكومية لكن نريد عملا لا قولا، تشغيل الشباب بالقطاع الخاص الذي يعج بنسبة كبيرة من العمالة الوافدة في بلد يعاني من الشباب بنسبة عالية من البطالة، وهذا واقع نراه لا نسمعه. يعطيكم العافية. أنا مش شايف في عمل وافد عن القطاع الخاص. تعطي بس الميكروفون لل يعني هذه مهمة تتوضح، هذه تبعت الأعمال الوافدة في القطاع الخاص. يعطيكم العافية، أنا اسمي جنى سمور، طالبة علاقات دولية ودراسات استراتيجية في جامعة الحسين بن طلال. كوني مستقبلاً إن شاء الله امرأة عاملة، ما هي الطرق التي تعمل عليها الحكومة لتمكين المرأة في المجال الاقتصادي؟ وأيضاً لدي سؤال، تحدثتم عن زيادة الثقة بالمنتج الوطني. لا، زميلتي قبل شوي حكت ما في مواصلات، وفعلياً هو ما في تمكين للمرأة. لا هو فعلياً ما في تمكين للمرأة. ما في تمكين كوتا. أتحدث عن المجال الاقتصادي. ورئيس الوزراء من الصبح بيحكي عن تمكين المرأة. هذا في المجال السياسي والحزبي. قانون الأحوال المدنية تعدل كله من. هذا المجال السياسي. شر المرأة. أنا كامرأة في مستقبل. والله الرجل أنا الرجل بطل له حقوق زي المرأة في الأردن. إن شاء الله رح نعمل هيك ورح نصير. ما تخاف. لا عفوا بعتذر على الكلام، ولكن انا لا بالعكس لا احنا بس من لطف الجو يعني. ولا لا ما بدي اقلل من احترام. لا بالعكس لا لك كل احترام، وتمكين المرأة مهم على راسنا. بعرف بس للاحتياط عشان ما ازعل حدا مني. لا ما حدا لا خذي راحتك لو سمحت، بالله لو سمحت خذي راحتك، اسالي بالطريقة اللي بدك اياها وإلك كل الاحترام، تفضل. لا أتحدث عن تمكين المرأة بمعنى أنه المرأة تعاني أيضا من أنه هي لما تكون زوجة أو عاملة الموضوع بيصير فيه عندها عدم قدرة على التوازن. بالنهاية لما أنا أروح بيتي الساعة 6 فأنا أم في عندي أطفال، فيجب أيضا وجود قوانين وطرق تساعد في تمكين المرأة أيضا وعملها لما المرأة تكون عندها قدرة اقتصادية. يعني بدك تداومي من 10 إلى 11؟ لا مش هيك. عندها قدرة على العمل السياسي، عندها قدرة على المشاركة بالسياسة، عندها القدرة على أنها تقود الأردن إلى مكان أفضل وأحسن من هيك لما تكون المواضيع لصالحها. شكرا لكم. شكرا لك. يلا اللي بجنبك مدام، تفضلي. السلام عليكم. نرجع هيك. أنا الطالبة شهد الرهايفة، طالبة علاقات دولية ودراسات استراتيجية من جامعة الحسين بن طلال. سؤالي كالتالي، يعني أنا خلال اطلاعي على منظومة التحديث وكمان يعني بالأخص اللي هي رؤية التحديث الاقتصادي، إحنا شفنا إنه راح يكون في تطور جدا جدا كبير خلال السنوات القادمة، تمام؟ ويعني زي ما حكى معالي سعادة رئيس الوزراء، حكى إنه راح يكون في تقريبا مليون وظيفة تقريبا خلال 10 سنوات الجاية. برأيكم هل لو تم مع نهاية العشر سنوات يا دكتوري، خلال هاي الفترة هل ممكن إن الأردن إذا ظلوا ماشي على هذا النهج هل راح يكون في صناديق سيادية في الأردن ولا لا؟ ويعطيكم العافية.
سؤال هون لو سمحت، معلش برجع لك برجع لك، لأنه لا والله هذا قبله معلش. أنا في مشكلة بين السبلات. يعطيك العافية. هو كان يتمنى أن يطلع صلتي مشان يذبحني. يعطيك العافية. محمد خالد المزايدي من جامعة السيف والقلم، طالب صيدلي. يعطيك العافية وطوفاتكم ومعاليكم. بس بدي أسأل سؤال بالنسبة للقطاع الصحي، هل في خطط استثمارية للقطاع الصحي في السنوات المقبلة القادمة الصحي، بحيث أنه مثلا في كان منظومة يصير في تعاون مثلا بين النقابات؟ اللي سأل سؤال بده يستنى يسمع الجواب ولا بده يروح؟ إذا بأخروا الباص بالله يخلي الباص تأخر شوي خمس دقائق يلا. بحيث أنه يصير في تعاون بين النقابات والحكومة بشكل عام، بحيث أن أستاذ عصام بعد إذنك. محمد خالد المزايدي من جامعة السيف والقلم جامعة موتا، طالب صيدلاني. سؤال بخص القطاع الصحي، أنه هل في طريقة لاستثمار القطاع الصحي وللسنوات السابقة بحيث أن نستفيد من القطاع الصحي، مع العلم أنه القطاع الصحي عندنا في الأردن قطاع مميز جدا وذو كفاءة عالية، وهل هذا وفي نظر وفي وجود البطالة في الأيام في هذه الأيام، هل ممكن أنه فيه تكون خطط استراتيجية بحيث أن تفضل مستشفيين حكومي وعسكري واحد وخاص؟ نعم نعم، أنا من محافظة الطفيلي، أنا قبل كل شيء من محافظة الطفيلي. إذا سمحت بس أكمل سؤالي، ممكن كمان مشان النقابات بحيث إنه يصير فيه تعاون بين الحكومات والنقابات، مثلاً كأنا كصيدلاني شو راح يكون في خطة استثمارية بحيث إن أنا أستفيد من شهادتي كصيدلي؟ وشكراً. يعطيك العافية. أنا الدكتور سامر، عضو في قطاع الصحة بالحكومة الشبابية بالمعهد السياسي. هو تعرج على موضوع أنا كنت حاب أسأل فيه. قبل بضعة يعني أشهر كانوا بيحكوا عن إنه الأردن أصبح الواجهة الرسمية للسياحة العلاجية. فإحنا يعني الشراكة مع القطاع الخاص والسفارات والوزارة الخارجية، هل يعني ليش ما يكون في منصة إلكترونية؟ يعني جائحة كورونا علمتنا إنه المنصة بنقدر إنه نعملها فترة قصيرة، ليش ما يكون في منصة رسمية يعني تساعد بإنه كل الأوراق والفيز والأشياء هاي، بحيث إنها تكون بالضبط يعني تخفف على المريض أو في بالنسبة لإنه يوصل للأردن بالضبط. شغلة ثانية، يعني في صديق إلي كان هون جاي هون يعمل عملية بالأردن، الموضوع بخص الكلفة العلاجية المرتفعة عندنا بالأردن بالقطاع الخاص، فكانت عمليته تقريبا بتكلف 6,000 دينار، فكان ما بده يعملها بالأردن، بقدر يعملها بمكان خارج يعني بشكل أرخص، فتواصل معي وقدرنا إنه مثلا يعمل عملية هون ب3,000 دينار. فإنه هاي الكلفة العلاجية المرتفعة يعني بتخلي الناس إنه يعني لازم يكون مثلاً المستشفيات القطاع الخاص يكون في كلف يعني ثابتة تقريباً، يعني يكون في تنافسية. وصل. والحكومة بتنزل الطاقة ولا تنزل الصحة ولا تنزل. طيب نأخذ آخر سؤال هون لو سمحت، لو سمحت الأخوة المحاضرين. الله يعطيكم العافيه. سؤالك بسرعه عشان حسان الكساسي بإذاعة صوت الكرك. بسرعه اول شيء حكيتوا على المدينه الصناعيه، يا ريت تكون المشاريع بدل ما محصوره في مكان معين، في قرى لازم يكون فيها مشاريع ونحط فيها مشاريع حتى ننمي هذه القرى، مثل لواء عي هنحكي مثال لا يوجد في اي مكان، ايش فيها فقوع، بس انا مثلا لواء عي ما فيها، بدنا نوسع بدل مدن صناعيه يكون في مدن. ممتاز. والسؤال الثاني، احنا كمان بحاجه في الاردن لوزاره التخطيط انه يكون في قطار سريع ما بين المحافظات، بدل ما انا اضل ساكن في عمان شغلي في عمان، انا بطلع خلال ربع ساعه بكون في عمان واكون في العقبه خلال نص ساعه. هذا الاستثمار والتطور صار في السعوديه وصار في الدول. هاي النقطه الثانيه، النقطه الاخيره وفقط، التسويق الحكومي خارجا، ليش ما نسوق استثمارات والاشياء والاعلانات تبعاتنا
في قدر ممكن مستطاع أن يكون كل الناس تعرف طيب. إيش في عندنا في الأردن. شكرا. يعطيك العافية. الإجابات سريعة. نبدأ من عند معالي أبو جواد. نبدأ باللي بدك إياه. ماشي ماشي. تنساش تمكين المرأة معالي خلود السقاف. لا أنا بس أجاوب على سؤال أخونا وشو عملنا للقطاع الصناعي مشان حقق له مطالب. عملنا الكثير. وقد ما عملنا منظل مقصرين إن نوفي هذا القطاع حقه، لأن إمكانيات اللي موجودة عندنا ما بنقدر نقارنها بدولة أخرى. في دول أخرى هذا قدر الأردن، أنا حكيت في البداية أنا مش دولة نفطية، فما بقدر أقارن حالي مع دولة النفط موجود فيها. وأعطيك مثال واحد، يعني مصانع الإسمنت اللي موجودة في الأردن، طن الهيفي فيول الطاقة الثقيلة اللي بسموها الزيوت الثقيلة عندنا بالأردن 550 دينار ثمن، في أحد الدول المجاورة 35 دينار. ولذلك صعب إني أقارن في بعض المنتجات التي تحتاج إلى طاقة. ومع ذلك لدينا جملة من برامج الدعم اللي موجهة فقط للقطاع الصناعي. وسأضرب مثال واحد، قبل 3 أشهر ارتفع الغاز المستخدم في الصناعة بمعدل 125 دينار للطن مرة واحدة. هذا القطاع الصناعي ما بيقدر يتحمل. الرجل رئيس الغرفة كان مسافر خارج الأردن، فورا تحملنا هذا الشيء بشكل فوري حتى أحافظ على تنافسية هذا المنتج داخل وخارج السوق. بعد ذا بالله لو سمعت تقوله بعد هوشة. طبعا بعد هوشة أكيد. 30 مليون دينار أردني مرصودين لدعم القطاع الصناعي. عدد الطلبات اللي وردت لنا، والآن إحنا في لجان الفرز، بحدود 1000 مصنع أردني سيستفيد من برامج الدعم اللي خصصناه. برامجنا على 3 أنواع ومنح، أنا بقولها وليست قروض. أخي عصام ركز معي، المنح أسأل أنا الغاز إمتى بوصل دارك للمصانع؟ الغاز أنا جايك فيه راح أجاوب. المنحة بتبلش ب50,000 إذا أنت مختار برنامج ترويج مشان صادراتك للخارج، إذا بدك تطور صناعتك يصل إلى 100,000، إذا مبني على مخرجات مشان أمكن المرأة قد يصل إلى 500,000 دينار. تمكين المرأة أختي العزيزة جنى، بقانون الشركات، وهي أحد أصحاب السعادة النواب موجود، أدرجنا نص واضح بقانون الشركات إلزامية بالشركات المساهمة العامة، يعني أكبر شركة، أن يكون على مجلس إدارتها من السيدة. في صندوق استثمار أموال الضمان، وأختي خلود كانت تشغل هذا المنصب، 10% في الشركات التي يملكها الصندوق لازم يكون من السيدة. برنامج الوطني للتشغيل تحدثت فيه أول مرة، اللي مطلوب منا 35%، لغاية الآن إحنا وصلنا 51%. هناك تمكين للمرأة لأنه عندنا إيمان مطلق بأهمية المرأة. المرأة أخت وزوجة وأم وبنت، فلا لابد من تمكين المرأة بكل شيء وبكافة الأنشطة الاقتصادية. قانون العمل الأخير اللي تم تعديله بشكل واضح، أعطينا حق بكافة الأنشطة الاقتصادية للمرأة، وبقولها بكل مرة لم نخجل ندخلنا بهذا القانون موضوع التحرش الجنسي. ما كان عندنا خجل لا إحنا ولا أصحاب السعادة النواب إن ندخل هذا المفهوم، هو حماية وتمكين لمشاركة المرأة سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص. أنا سأفسح المجال أخي عصام للبقية إذا بحبوا جواب. عليك بتحب تعلقي؟ بس ما تحكي عن التحرش. لا لا لا، بس بدي أحكي لك عن تمكين المرأة. تمكين المرأة يمكن الحكومة أولا 40% من العاملين في القطاع العام هم من النساء، وهي نسبة مرتفعة نسبياً، وهذا دليل على إنه الستات بفضلوا العمل في القطاع العام لأنه بيوفر في مساواة. يعني إحنا لما منعين ما في أي اختلاف بين الشاب أو البنت بالراتب أو بالمزايا بالترقيات. بالعكس أنا بحكي عن وزارة الاستثمار، عندي 38% عاملات سيدات، وعندي 27% بالرتب القيادية. فيعني ما في أي هلأ في عنا يمكن تعليمات العمل المرن اللي عملوها وزارة الصناعة والتجارة علشان يسمحوا للسيدات إنهم يعملوا من المنازل. والشغلة الثانية إنه بالنسبة لقصة الأطفال،
في كمان قانون، بعرفش قانون وزارة العمل أو التعليمات، إنه أي منشأة فيها أكثر من 40 سيدة في يجب إنها توفر حضانة للعاملات فيها، فهذا كله زاد من تمكين المرأة. كمان في لجنة وزارية برئاسة أختنا معالي السيدة وفاء بني مصطفى بتعنى بشؤون المرأة وتمكين المرأة، فالحكومة لم تألو جهدا في هذا المجال، ونعكس هذا على زيادة نسبة إشغال المرأة في القطاع العام. شكرا. بدك تحكي عن، بدك ترد على موضوع بدي أقول الكلف. على الكلف، رغم ظروف الحكومة اللي احنا كنا بنعرف الحقيقة، بس ما زلنا احنا ما قلنا، احنا بنقول اذا بنعمل هيك بصير هيك. هلا كون الامكانيات مش متوفرة بس لا يعني انه كلامنا مش صحيح. احنا اليوم لو عندنا قدرة انه نروح للطاقة البديلة بالمطلق، يعني لو كان عندنا قدرة إنه كل مصانعنا تروح للطاقة البديلة ونوصل الغاز المصري للمصانع، لأصبح عندنا قدرة على المنافسة بشكل غير طبيعي، لأنه بظل عندنا كلف العمالة مرتفع في الأردن مقارنة مع المحيط، ولكن بتحملها القطاع الخاص وربما حتى يزيد لهذا. هذا اللي هو بيطور وبيزيد التصدير، والتصدير بيزيد بشكل صحيح، قاعد بيزيد حالياً، لكن بيزيد بشكل غير طبيعي، يعني تزايد بجزء يضاعف أضعاف مضاعفة، وهذا هو اللي راح يستوعب بشكل رئيسي الأيدي العامة. وأيضاً بتطلب منا شغلة ثانية، وأنا شفتها في كل العالم، التخلي عن التخصص. معلش يعني الظروف الصعبة والظروف اللي، يعني أنا بذكر، يعني أنا مهندس ميكانيك دخلت القوات المسلحة في سلاح الصيانة الملكي، لو معني في موضوع تطوير الأسلحة والصيانة، عملت واحدة من دوراتي المتقدمة في هذا المجال، كان كل الزملاء اللي بالدورة من الدول المتقدمة مش تخصص هندسة. أنا بذكر كان معنا زملاء وزميلات جغرافيا تاريخ، مش شرط اليوم إحنا في ظل ظرف فيها بطالة إنه نتمسك في إنه أنا دارس مدني لازم أظل أمارس المدني. الدراسة لا تعني، يعني الدراسة تعني طور مخه، طور طريقة تفكيره، بيقدر يبدع في مجالات أخرى. إذن مرة أخرى، إذا إحنا قدرنا كحكومة إنه نروح للطاقة البديلة، لأنه ما عندنا قدرة إنه ندعم النفط بالمعنى اللي يعني اللي ممكن يكون، وأيضا توصيل الغاز، وفي خطة الحقيقة عنده الحكومة بدأت الآن في مدينة القويرة الصناعية اللي هي قريب العقبة ومعان، وإذا وصلنا إلى، يعني هو صحيح لازم عشان في عدل كل المصانع، لكن إذا وصلنا المرحلتين هاي أنا بضمن لك شخصيا اليوم من هذا المنبر أمام الحكومة الموقرة إنه إحنا نقضي على جزء كبير كبير بطالة. وإحنا اليوم متفائلين بالسياحة، شايفين قديش قاعدة بسياحة بتنمو. شكرا لك سيدي. ساعدت لنا مداخلة سريعة عاصفة، خلينا ننهي. لا لا بصيرش مبصر السلطة التشريعية سيدي، بعدين هذا نائب ساعته نائب الكرك، يعني لازم لا بعدين كيف رفيق سلاح يسد قلبه. سيدي أنا بقول إذا بدنا قضاء على شيء اسمه بطالة بدنا تشاركية بين القطاع العام والقطاع الخاص. لن يكون هنالك اقتصاد ناجح إذا ما بكون عندي تشاركية بين القطاع العام والقطاع الخاص. وأتمنى إن شاء الله إنه فعلًا إنه الأيام القادمة بإذن الله إن شاء الله أنها تكون أفضل وأجمل. طيب إن شاء الله. بس لازم شكرا. لازم بس والله أنا مع اعتراض. أثبت بخلص. مش للمديح بس، لا والله هاي لازم أقولها لأن أنا قلتها قبل شوي بس بحب يسمعها أخوي أبو جنى. يعني شوف أقول لك شغل الأمانة في تشارك، يعني إحنا صحيح مرات من وبدنا أكثر وأكثر. والله قبل شوي في شهود. لحظة مين شاهد لما قلت لكم فيه؟ ما هو حتى بال يا الله حتى بال لحظة شوي، أنا قلت جملة قلت فيه كل الدول اللي شفناها صح، ما راح تلاقي في أي دولة في العلاقة قلت يا ما هو التشاركية. الله يد من كل الله منيح اللي إذا نائب الرئيس اسمع لا عشان الشراكة أنواع الناس شايف وإعلام كيف؟ الشراكة ما هي أنواع، هاي يعني بتعطي تفاؤل، في شراكة لطيفة الحمد لله.
في شراكة طوش، في شراكة خلاف بالرأي، في شراكة قنص من بعيد. المهم شراكة. المهم شراكة. المهم شراكة. على كل حال يعني أنا بنهاية يعني هاي الجلسة اللي صحيح أنا سعيد جدا فيها لأنه كانت كثير مهمة ومدينا بالوقت، يعني إحنا أخذنا بجوز أكثر من الجلسات الأخرى وقت لأنه الطلاب هم اللي أعطونا هاي الفرصة أنه نزيد الوقت. وأنا يعني والله هو سأل بس ما جاوب على سؤال. لا جاوب على سؤالك على التشاركية. التشاركية كله هاي جاوب. بين النقابات ووزارة الصحة. مزبوط. أنا بشكر أصحاب المعالي والسعادة والعطوفة، وبشكر بالأول وبالأخير الطلاب اللي أفادونا اليوم وأضافوا لنا كثير بأسئلتهم طبيعة أسئلتهم. وإن شاء الله اللقاءات الثانية بكون في يعني معلومات أكثر نضيفها، بكون في إنجاز على الأرض نحكي فيه أيضا للطلابنا، وبالتوفيق. شكرا جزيلا.